بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في بداية أعمال الصالون 27 لمؤسسة طابا، يعني سعدني أني أرحب بحضراتكم وأشكر وقتكم الكريم. والحقيقة أن الصالون النهاردة أعتقد أنه بيطرح يعني العديد من القضايا والإشكاليات، فإحنا في الحقيقة نبقى قدام تحدي إزاي نقدر نرسم صورة سريعة لجملة التحديات اللي بيطرحها العنوان. في نفس الوقت في الحقيقة مش عايزين يعني نغرق في التفاصيل قد ما نحاول ان احنا بنلقي ضوء سريع على التحديات في محاولة للوصول لتحديد جوهر المشكلة، ومن ثم الانتقال الى مسألة الحل من وجهة نظر حضراتكم. احنا النهاردة بنتكلم على آفاق بناء السلام الاجتماعي في المجتمعات العربية، واعتقد انه الموضوع في الحقيقة يعني بيمس الدولة وبيمس المجتمع وبيمس المواطن، فبالتالي احنا قدام يعني مشكلة متعددة الجوانب في ابعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والفلسفية في الحقيقة. وطبعا المنظور القيمي حاضر بقوة في كل هذه المجالات. انا في الحقيقة يعني حاولت في البداية ان احط كده بعض النقاط اللي هي مرتبطة بالتهديدات او المخاطر اللي بتمس صلب قضية السلام الاجتماعي في المجتمعات العربية، على اساس ما ناخدش وقت كتير في التشخيص قد ما يبقى عندنا يعني رؤية اوسع لهذه القضايا، عشان زي ما قلت نحاول نوصل للجوهر في الحقيقة. اول نقطة في الحقيقة بتكلم على انه الصراعات اللي احنا بنشوفها او تحليلنا لخريطة الصراعات والخلافات اللي موجودة في المنطقة العربية مست بشكل كبير جدا صلب مفهوم الدولة كما كنا يعني نعيها في فترات سابقة، فبالتالي مست الكيان الخاص بالدولة، مست ركائز بناء المجتمعات وتماسكها بشكل كبير، طرحت نفسها بقوة على المواطن في منظوره لقضية الدولة وقضية المجتمع، بقى في حالة تباين واضحة فيها في النظرة. النقطة الثانية هي في الحقيقة نقطة فلسفية شوية، وبتوضح انه القضية مش قضية مجتمعاتنا العربية فقط، لكن هي مجتمعات يعني كل المجتمعات النامية في الدول النامية في الحقيقة بتعاني بشدة من أزمة كبيرة طرحتها فكرة ثقافة العولمة وتيار ما يمكن تسميته بتيار المابعديات. وخاصة هنا عايز أركز على قضيتين مهمين لأنهم بيلمسوا صلب القضية بتاعتنا، هي قضية ما بعد الدولة وما بعد المجتمع. الطرحين دول في الحقيقة يعني شديدة الخطورة على الواقع المجتمعي، لأنه محدش فيهم قدم لنا فكرة هو ايه اللي بعد الدولة، ايه اللي بعد المجتمع. طبعا لو احنا ربطناه بالثقافة العالمية ومفهوم المواطن العالمي اللي بيتم طرحه من هذه الثقافة والنموذج الغربي، ندرك في الحقيقة هو انه الهدف في الاخر هو تفكيك ما يمكن تسميته بالدولة الوطنية وايضا المجتمع، وبالتالي التفاعل بين الثقافة الغربية والنموذج الغربي مع المواطن ايا كان هذا المواطن في اي بقعة من الارض. خطورة هذا التيار في فكره الفلسفي انه في الحقيقة بيزيد تعميقه، وبالتالي احنا للأسف ما عندناش اي اسمات في هذه النقطة، فبالتالي ايضا يعني لابد ان احنا نضعه باعتباره احد المؤشرات على المشكلة الفكرية والعقلية. المستوى الثالث في الحقيقة ايضا من المخاطر او التحديات بيرتبط بالفجوة الجيلية، وهنا في الحقيقة زي ما بنقول انه في اللحظة الحالية احنا عندنا تخوف كبير على الفجوة بين الاجيال، وخصوصا احنا جيل زد وجيل الفا زي ما حضراتكم عارفينهم، انه الجيلين دول تحديدا رؤيتهم للدولة ورؤيتهم للمجتمع ورؤيتهم لمنظومة القيم بيختلف بشكل كبير. التحدي في الحقيقة انه بعد 50 سنة هيكون الاجيال الاكبر يعني انزوت، وبالتالي الفكر اللي هيبقى سائد في المجتمعات العربية هو الفكر اللي بيحمله هذا الجيل، فبالتالي هنا التحدي هيبقى كبير، وخصوصا ان احنا ما عندناش اسهامات حقيقية فيما يتعلق بقضية الحرية والحقوق، وده مدخل في الحقيقة
شديد الأهمية هذا الجيل، فبالتالي لأن هم لهم إدراك مختلف لفكرة الحرية، لفكرة الحقوق، لفكرة الدولة، لفكرة المجتمع. فبالتالي إزاي في الحقيقة في ظل الفجوة النهاردة الجيلية اللي احنا حاسين بأزمتها، لما يسود هذا الفكر هيبقى التحدي قد إيه وقعه على المجتمع. فبالتالي دي في الحقيقة أعتقد إنها جملة من التحديات بيطرحها أو بتطرحها قضية الفجوة الجيلية. النقطة الرابعة أو المستوى الرابع هو فكرة الضعف المؤسسي اللي احنا بنشوفه في الحقيقة، سواء فيما يتعلق بالمؤسسات الثقافية أو المؤسسات الدينية أو المؤسسات التنشئة، المدارس والأسرة من غيرها، اللي هي كانت معنية بترسيخ القيم والمحافظة على التماسك المجتمعي وبس القيم الحاكمة. ده في الحقيقة التراجع ده على المستوى المجتمعات العربية بيدي أيضا جرس إنذار شديد إنه مين اللي هي في الحقيقة هيلعب الدور الساعي لبناء التوافقات المجتمعية حوالين منظومة القيم. هنا الخلاف والإدراك المتباين هيتزايد، فبالتالي مع ضعف المؤسسات هيكون التحدي أيضا كبير. طبعا يعني حضراتكم عارفين تأثير التطور التكنولوجي في الحقيقة على نشر الثقافة الغربية والمنظومة اللي احنا كلنا بنتكلم عليها، الحريات والحقوق وغيره. لكن أنا بتوقف في الحقيقة عند أيضا تحديين بيلمسوا في الحقيقة أيضا المجتمعات بتاعتنا بقوة. التحدي الأول هو فكرة الميتافيرس، اللي هو فكرة إنك تعيش في عالم افتراضي أنت بتخلقه أو بتوجده وبتتعايش معاه، من أول الحاجات اللي بتحبها، من أول القيم اللي أنت عايزها، فأنت بتعيش جوه فقاعة في الحقيقة أنت بتحدد ملامحها وده. وده في الحقيقة مع يعني استعراضنا للتحديات السابقة لما نضيف له ده، في الحقيقة هنا هيبقى عندنا تحدي حقيقي. الجيل اللي طالع هيحط الفقاعة دي أو هيبني الفقاعة دي إزاي اللي هو هيعيش فيها، وبالتالي هي دي اللي هتنمي وهي دي اللي هتغذي أفكاره وهي دي اللي هتحدد سلوكياته في المرحلة القادمة. النقطة التانية اللي أنا بقف عليها في موضوع تطور التكنولوجي في الحقيقة هي فكرة أنسنة الماكينة. ده تحدي خطير في الحقيقة، إنك تحول المكنة الآلة لإنها تكون يعني مرآة للإنسان في التفاعل معاها، وإنها تبقى مكملة للحياة أو إنها بديل للتعامل الإنساني. فلو ربطنا ده في الحقيقة مع الفقاعة اللي أنت عايز تعملها، ففي الحقيقة أنت بتتجاوز فكرة المجتمع ككل، أنت بتخلق حياة افتراضية هتبقى معتمدة على المكنة بشكل كبير جدا. فبعتقد انه فكرة التحدي ده يعني انا ما توقفتش عند فكرة يعني ميكنة الانسان قد ما الخطر هو في فكرة انسنة الماكينة. يعني ده في الحقيقة شديد الخطورة، واحنا بنشوف الحقيقة نماذج صارخة حتى في فكرة استبدالها بعملية الجواز والارتباط إلى غير ذلك. يعني التحدي السادس والحقيقة اللي أنا بحطه أيضا هو فكرة المجتمعات التقليدية، ودي في الحقيقة قضية شديدة الخطورة. يعني إنه إحنا بيغلب على الطابع بتاعنا في الحياة في مجتمعاتنا المجتمع التقليدي. والمجتمعات التقليد زي ما حضراتكم عارفين هي منظومة قيم ومؤسسات وثقافة، لما بنحطها في الحقيقة مع تحدي القشور الحداثية وما بعد الحداثة اللي طرحت، فبالتالي احنا لا عدنا مجتمعات التقليدية بتاعتنا بمؤسساتها بمنظومتها القيمية، ولا احنا المجتمعات الحداثية اللي بتبني مؤسساتها وبتحط لوائحها. فالحالة الانتقالية دي في الحقيقة أو الحالة الوسيطة ما بين تغليب لمجتمع تقليدي ومحاولة يعني وضعه في إطار حداثي، في الحقيقة هو سبب كتير من التباين الإدراكي في المنظور لقضايا متعددة زي قلنا الدولة والمجتمع والحريات والقيم وغيرها.
المستوى السابع اللي بحطه طبعا حضرتك كلكم لامسينه، ده كله نتيجة ضعف التعليم والثقافة، انتشار الأمية، ضعف الطبقة الوسطى اللي كانت بتحكم، ضعف في عملية الإبداع وعملية التفكير. المستويات دي كلها في الحقيقة السبعة دول أنا حاولت إن أنا أحط بيهم خريطة كده عشان في الحقيقة ننطلق منهم هو إيه جوهر المشكلة؟ يعني هل هنا جوهر المشكلة مرتبط بعملية زي ما إحنا كنا طول الوقت بنعملها في العلوم السياسية وفي العلوم الاجتماعية، هي إشكالية بناء الدولة الوطنية وبالتالي هي يعني حملت في طياتها يعني عوامل الضعف بتاعتها، ولا هو في الحقيقة الغزو الثقافي والتطور التكنولوجي وضعف يعني مكوننا الثقافي والقيمي؟ يعني عايز نحدد في البداية بعد إذن حضراتكم جوهر المشكلة، وبعدين ننتقل في مستوى تاني من النقاش للحل، أو هل في حل ولا مفيش حل؟ يعني في إطار طبعا الوضع الحالي أنا يعني هتوقف عن ده، وأنا اتكلمت كتير بس يعني أنا حاولت في الحقيقة أعمل نوع من البانوراما كده عشان في الحقيقة ننتقل ويبقى الصالون في مساحته اللي احنا بنعهدها دايما. أنا هبتدي معلش بعد إذن حضراتكم بالشيخ إبراهيم عشان هو في الحقيقة عنده ارتباط الساعة 7 وأنا عارفه وبشكره في الحقيقة إن هو جه يعني. فهنبتدي بيك شيخ إبراهيم وتقول لنا من المنظور الديني أو المنظور الشبابي، وأنا هنحطك في يعني في فجوة الشباب، وتقول لنا أنت شايفها، شايف المشكلة جوهر المشكلة فين، وبعدين ناخد مستوى الحل. شيخ إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يعني أهلا وسهلا بحضراتكم، وأنا سعيد على التواجد ما بينكم وإن كنت أقل من المكانة دي، لكن في مسألة المشكلة اللي احنا بنعيشها يعني من فترة احنا فاقدين للهوية وفاقدين ان احنا نحدد اصلا ايه المشكلة اللي عندنا. يعني احنا مش عارفين نكون غربيين ولا عارفين نكون شرقيين، وبالتالي الـ يعني ده انا في اعتقادي وقد اكون خاطئ، ده يعني ده جوهر المشكلة الحقيقية، مش عارفين نحدد الوجهة اللي ينبغي ان احنا نسير فيها بالضبط. هل الحضارة الشرقية على توافق مع الحضارة الغربية وبالتالي النموذج المعرفي المغربي الغربي يستطيع ان احنا نسحبه على الشرق ونعيش به في ظل الخصوصية الثقافية وكذا وكذا، ولا هناك تمايز والغرب ينبغي ان يكون في محيطه والشرق ينبغي ان يكون في حين محيطه؟ الشيخ عبد الواحد يحيى يعني احد الفلاسفة، وهو كان يعني كان مسيحي واسلم وكان استاذ لمولانا الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله، بيتكلم عن المشاكل الاجتماعية، وان الاهم مش في مسألة بس فقط الكشف عن المشكلة والتعريف بيها، وإنما المهم هو أن نبحث لماذا وكيف نشأت هذه المشكلة، إيه الأسباب اللي خلت المشاكل دي أصلا تكون موجودة في العالم الذي نعيشه. العالم الغربي العالم الإسلامي منذ مثلا فترات كبيرة وهو لا يستطيع أن هو يحدد الوجه الذي ينبغي عليه أن يسيره. في وجهة نظر الفقير الخطوة الأولى هو تحديد الهوية، ماذا نريد أن نكون؟ هل نريد أن نكون يعني شرقيين أم ينبغي أن نبحث عن صيغة توافقية توافق بين الغرب وبين الشرق، بين الإسلام وبين الحضارة الغربية؟ شكرا جزيلا. أعتقد أنك لمست في الحقيقة جزء من صلب الموضوع في الاختيار، بس هو في الحقيقة يعني أعتقد مسألة اختيار الهوية يعني مسألة فيها كثير من النقاش. يعني هطرح نفس التساؤل على أستاذي دكتور محمد السعيد إدريس، وأنا يعني برحب بيه في الحقيقة في الصالون بشكل يعني خاص، واعذروني ان انا يعني بـ بـ يعني بهذا الترحاب، لكن هو فعلا استاذي ويعني يعني اكنه له يعني مكانه انسانيه عاليه جدا، فضلا طبعا عن علمه اللي احنا استفدنا منه في مركز الاهرام للدراسات السياسيه الاسريه.
دكتور إدريس. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا بحاول أستكشف أنا فين. أنا يعني جاي في مكان يحمل اسم طابة، اسمي إلى حد ما أعرف طابة ومشكلة طابة والسياسة والقانون وكلام زي كده، وطنية مصرية. من هنا جاي، وطابة الأخرى اللي فيها عدد من الأقطاب الإسلاميين، شيخنا الحبيب الجفري ودكتور أسامة، وبعدين نشوف دكتور أيمن موجود، وبعدين فوجئت بشيخ إبراهيم كمان موجود، فقلت يعني أنا فين يا جماعة. دكتور الوزان طبعا كمان إضافة كبيرة. أنا مفهوم يعني جاي على أساس المفهوم السلام الاجتماعي، وأنا بطبيعتي مستفز تلقائيا ضد مفهوم السلام الاجتماعي. بحس أنه مفهوم إصلاحي أقرب إلى مسألة الوئام الوطني أو الوئام الاجتماعي، وأنه ضد مفهوم الصراع أو تغييب مفاهيم الصراع ومدرسة الصراع، سواء على مستوى النظم السياسية أو مستوى العلاقات الدولية. وإنه يعني هو مسلك هروبي من مواجهة الأزمات، مسألة السلام الاجتماعي. واتطرحت في مصر مفهوم السلام الاجتماعي تاريخيا بعد 73 والتحول الاقتصادي في مصر والانحياز الطبقي لصالح الأغنياء على مصالح الفقراء ومواجهة اليسار المصري، والكلام على مفهوم السلام الاجتماعي. يعني اليسار المصري بتاع صراع تحقيق العدالة الاجتماعية والعدل السياسي. كتير بيتكلموا عن العدالة الاجتماعية إنما محدش بيتكلم عن العدل السياسي. الكلام ده يعني أصبح له معنى تاني في ظل المفاهيم اللي الدكتور أيمن بيطرحها. المسألة معولمة أكتر وأكبر من قضية بناء الدولة. احنا كنا بنقرأ عن بناء الدولة في الستينات وأوائل السبعينات، دول العالم الثالث اللي استقلت في الخمسينات، دول في آسيا وإفريقيا في أمريكا اللاتينية، دول مستعمرة وبتبدأ من الصفر أو تحت الصفر كمان. كيف يمكن أن تبني أمة؟ وفي أدبيات كتيرة حول المسألة دي. احنا الآن في مسألة تانية خالص، احنا في مسألة هدم الأمم، مرحلة هدم الأمم وفرض النموذج الأوحد الغربي في ظل فلسفة العولمة بكل معانيها. يعني أنا كنت بسمع خطاب يعني الواحد يتعفف عن كلام الذي احتواه الرئيس بايدن، بيفتخر الرئيس بايدن في كلامه، كلام صعب إن الواحد يسمعه، وبيفتخر بيه. قيم مفهوم المبادئ ومفهوم القيم ما كانش ممكن يتصور حد إن هو ممكن يسمعه. لما بيجي في مجتمعاتنا العربية والإسلامية بلاقي مفاهيم شاذة، مفاهيم لا يمكن أبدا إن هو الأخذ بيها. فإحنا عندنا أزمة هوية تكلم عليها الدكتور الشيخ إبراهيم، والأستاذ اللي هو تكلم عليه الأستاذ عبد الواحد يحيى. أنا عندي كتابين هو عاملهم مترجمين، واخدهم من أستاذنا الدكتور محمد مهنا، هو يعتبر تلميذه. بتكلم مع حضرتك عن الدكتور محمد مهنا، وهو درس التصوف على أدين هذا الرجل العظيم، فرنسي أسلم وأصبح منتج، وهو بيصارع المفاهيم الإسلامية في ظل المجتمعات الغربية، وعلى أدين أسلم عدد كبير من كبار المثقفين الفرنسيين، مش مواطنين عاديين، لا، من كبار المثقفين الفرنسيين أسلموا، لأنه بدأ يطرح قضية الصدام مع المفاهيم الغربية في الثقافة وفي الفكر ومسألة وكل منتجات العولمة. هو بيطرح نموذج بديل، مفهوم بديل، هوية بديلة لمجتمع بديل، وأصبح له من يسمع ومن يسترشد به. أنا شايف أن الفترة القادمة هتشهد تحولات مهمة، وهنا بعد الدولي أو بعد الصراعي. النموذج الغربي لا يسقط اقتصاديا فقط، يعني النموذج الأمريكي الأطلسي الأوروبي الحضارة الغربية بمفاهيمها في أزمة في المكانة الأمريكية، الاقتصاد الأمريكي، ظهور الصيني الضخم،
الظهور الصيني الضخم هيعقبه يعني صعود للثقافة الأسيوية والقيم الأسيوية، وهي سوف يعني حسر عاجلا أم آجلا المفاهيم الغربية اللي وصلت إلى الحضيض، بمعاني الحضيض الخطاب الرئيس بايدن لو أنا بعمل له تحليل مضمون وصل إلى الحضيض أنه بيفتخر أن حكومته أو الإدارة الأمريكية الحالية فيها أكبر عدد من المثليين اللي مش موجود في أي إدارة أمريكية سابقة، وهذا مجال للإفتخار بالنسبة للرئيس الأمريكي. الثقافة الأسيوية في تصوري أن هي هتطرح نموذج بديل من القيم، نموذج بديل من المبادئ. وخلونا نتذكر الإنكار الروسي والصيني لمفهوم الديمقراطية الغربي، مفهوم الديمقراطية الغربي اللي بيطرح في مواجهة الصين وفي مواجهة روسيا، واتهام روسيا والصين بحقوق الإنسان أو عدم احترام حقوق الإنسان، وهذا هي السلاح الأمريكي للغزو. ومسألة أوكرانيا والتدخل الروسي في أوكرانيا كان من منظور أن اقتراب حلف الناتو من الحدود الروسية، إذا ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو وضموها إلى الاتحاد الأوروبي فأصبحوا على حدود روسيا، وبالتالي هتغلغلوا في المجتمع الروسي وهيعملوا اللي عملوه في أوكرانيا، يعني عن طريق ثورات صفراء إسقاط النظام ومعارضة، نفس الآليات التقليدية لإسقاط النظم الحاكمة. وإن إسقاط نظام بوتين في موسكو ويأتي نظام موالي للغرب وقيم موالي للغرب، بوتين رفض هذا النموذج الديمقراطي وهذا النموذج لحقوق الإنسان وترفض الصين. استمرار الصراع بهذا المعنى، لو حسمت الصراعات على مستوى القمة النظام العالمي وسقط النموذج الأمريكي، أعتقد أحنا أمامنا مرحلة جديدة في الصراع الدولي، مرحلة جديدة في صراع القيم. أي نموذج هيسود؟ هل هستمر نموذج العولمة التقليدي أم هيتداعى أمام نموذج جديد؟ طب النموذج الجديد إيه أهم معالمه؟ إحنا هنكون موجودين فين؟ إحنا مشكلتنا إن إحنا عاجزين عن طرح نموذجنا، عاجزين عن نقول من نحن، يعني إحنا هروبيين في مواجهة الأسئلة الأساسية القوية، إحنا مين؟ إحنا على مدى التاريخ حضرتك تتذكروا في مصر على سبيل المثال في بداية القرن العشرين مصر دولة أوروبية، طه حسين، توفيق الحكيم اللي راح درسه في باريس، مجموعة أبناء الطبقة الرأسمالية والإقطاع اللي درسوا رجعوا بمفاهيم جديدة، ثم مصطفى كامل مفهوم المجتمع الإسلامية والخلافة الإسلامية فلسفة مصطفى كامل، ثم القومية العربية عهد جمال عبد الناصر، بعث عربي جديد، قيم ثقافية عربية جديدة. الآن إحنا شرق أوسطية، إحنا مش نظامنا العربي، بنهد نظامنا العربي، بتتهد الجامعة العربية، بتعمل مجتمع إقليمي جديد، تقود دولة لقيطة في المجتمع العربي. أنت يعني لم تحدد، أو المجموعة الثقافية الوطنية في مصر انشغلت بقضايا جانبية كثيرة ولكنها لم تحدد القضايا التي يجب أن تخوضها، المعارك التي يجب أن تخوضها، وما هي أهم معالم النموذج الوطني. نحن مطالبون بأن يكون لنا نموذجنا الوطني في الثقافة، نموذجنا الوطني في التنمية، هويتنا بشكل محدد، ألا ننجرف إلى العولمة بالاتجاهات التي فيها، لأن القيم والمبادئ التي تحملها هذه العولمة خطيرة جدا على السلام الاجتماعي بمنظوره الوئامي، هدم الأسرة وتفكيك تحتوي للمجتمع المصري أو المجتمع العربي. إذا حدث ده فكارثة كبيرة. شكرا دكتور دريس. أعتقد يعني هناخد من حضرتك بعد كده في الراوند الثاني الجزء الحل، لكن أنا بعتقد حضرتك حطيت يعني دينا على عدد من النقاط بالغة الأهمية، وهي طبعا استكمال للشيخ إبراهيم في فكرة مسألة الهوية وفكرة النموذج وفكرة دور الجماعة الوطنية في بلورة نموذج قابل لأنه يكون ند وطرح قوي أمام النموذج الغربي أو النموذج الأسيوي في حالة يعني
تبلوره بهذا الأمر، وفكرة طبعا الصراع الحضاري اللي احنا يعني بنعانيه، أو محاولة فرض نموذج غربي عولمي. ولكن كمان حتى الأزمة دي في الواقع الغربي في الحقيقة هم مدركينها بشكل كبير جدا، وبيتكلموا على انه الحضارة الغربية قدامها خيار من اتنين ملهمش تالت، اما انها تسقط او انها تستطيع ان تجدد نفسها مرة اخرى. وبالتالي هو يعني الفكر ده في اطار الفكر الفلسفي وفي اطار الفكر العقلاني او العلمي، هم بيحاولوا في الحقيقة انهم يتجاوزوا الازمة دي. فبالتالي انا بعتقد ان احنا يعني امام تحدي بيرتبط بانه النموذج بتاعنا يكون قادر في هذه اللحظة على إدارة التنوع. وربما كان جزء من اختياري في مفهوم يعني السلام الاجتماعي هو إن احنا نكون عندنا القدرة على أولا قبول التوافقي بالواقع المجتمعي الحالي اللي هو بقى فيه درجة كبيرة من التنوع على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والقيم، وبالتالي السؤال هو كيف يمكن أن ندير هذا التنوع في ظل ضعف المؤسسات بتاعتنا. ده التحدي في الحقيقة. يعني عايز انتقل للدكتور احمد، نرحب طبعا الدكتور فؤاد والدكتور احمد موسى، الاستاذة حسناء، الدكتور محمد عبد العظيم، الاستاذة امل، على يعني انهم شرفونا في الوقت ده. يعني الدكتورة اسماء ايضا يعني باحثة اجتماعية، فعندنا النهاردة الجرعة الاجتماعية كبيرة، لأن هو فعلا صلب الموضوع. يعني في مدرسة العلوم السياسية شوية احنا مش هنتكلم كتير قوي، لكن يعني بنحاول انه نمزج فكرة الاجتماع السياسي. هنا الجزء اللي طرحه في الحقيقة الدكتور إدريس الدكتور أحمد حوالين مسألة البنى التحتية، قد ايه التغير في منظور الأسرة والتنشئة. ويمكن حضرتك طرحت معانا صالون قبل كده، كنا بنتكلم على هو مين اللي بيربي أولادنا دلوقتي، ايه يعني التساؤل ده، السوشيال ميديا بتربيها، قد ايه فكرة المجتمع التقليدي والمجتمع الحداثي عامل لنا إشكالية كبيرة. دكتور أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. طبعا انا سعيد بالتواجد مع حضراتكم جميعا، وسعيد ان انا شفت استاذ الدكتور محمد سعيد ادريس اليوم، وهو يعني استاذنا كالصقر يحلق على القمم، انما احنا نحبو على السفوح. انا طبعا يعني هنزل مباشرة للواقع الاجتماعي زي ما تفضل الدكتور ايمن، وعايزين يعني نؤكد على أن طبعا مفهوم السلام الاجتماعي كمفهوم من الناحية اللي تناولها الدكتور محمد إدريس هو لديه الحق فيها إنه مصطلح يعني شبه علمي زي ما هو تفضل. ليه؟ لأنه بيكرس حالة اجتماعية وممكن يحض عليها، آسف مش حالة اجتماعية بس، حالة حضارية اجتماعية ثقافية سياسية اقتصادية. من المفهوم السوسيولوجي سلام اجتماعي يعني علاقة جيدة بين جماعات المجتمع وبين جماعات المجتمع والدولة وبين الفرد وجماعات الجماعات المحلية. طيب هنا هيبقى في خطورة شديدة جدا من مجتمع منقسم طبقيا لا تسود العدالة الاجتماعية ولا يسود المساواة، دي نقطة. لكن الكارثة الأكبر مثل ما هو الحال في مجتمعاتنا الشرق أوسطية أو العربية، حينما يكون التنوع الإثني عنصرا رئيسيا في هدم هذا الاستقرار الاجتماعي. على معنى أن الجماعات أقليات كانت أو أغلبية تحاول أن تبسط هيمنتها السياسية والاقتصادية والثقافية على الباقي، وأحيانا يصل الأمر إلى التناحر ثم التنازع ثم الحروب وما إلى ذلك. طبعا الشواهد في هذا الأمر
حالة ونعيش أحداثها يوما ساعة بساعة. أنا دلوقتي عندي نقطة مهمة جدا أحيانا نغفل عنها كباحثين، وهي أن هناك دائما نبحث عن أصحاب المصلحة في وجود هذه الحالة الحضارية سلبا أو إيجابا، بمعنى من هم أصحاب المصلحة في وجود السلام الاجتماعي في المجتمع المصري أو المجتمع العراقي أو اليمني أو إلى ذلك. من أصحاب المصلحة؟ من هم أصحاب المصلحة في تدمير هذا السلام الاجتماعي؟ هنا هننزل بالتحليل من ناحية منهجية، ولازم نحط عينين الموضوع. أنتوا أثرتوا موضوع في غاية الأهمية ويعتبر حجر زاوية في الصراعات التي تعيشها المجتمعات الآن، لكن ربما يكون هذا اللقاء المحترم فرصة لإعادة الانشغال المنهجي والنظري بهذه القضية. نقول أصحاب المصلحة، أصحاب المصلحة هنا من الناحية المنهجية سوف ينقسمون إلى أربعة أقسام: نخب وطنية، نخب محلية، ثم نخب وطنية أعلى شوية، ثم كيانات وقوى إقليمية، ثم كيانات وقوى دولية. إذا ذكرنا مثلا مسألة الصراع في السودان منذ الحرب الأهلية السودانية من 56 لغاية لما انفصل جنوب السودان، هنشوف الحالات التي مرت على هذا المجتمع وقرنوها بأصحاب المصالح في كل مرحلة من هذه المراحل، انتهاءا بإقرار قسمة أو تجزئة السودان. إذن لدينا حالات حضارية تحض على التعاون، تحض على التماسك، تحض على الوئام الاجتماعي، ولدينا في المقابل استبعادات ونزاعات كبيرة على مستوى الوطن العربي بالكامل. لكن قبل أن أختم، نستطيع أيضا أن نتعلم كثيرا من النموذج الرواندي في تحقيق السلام الاجتماعي في وضع اجتماعي وحضاري في منتهى الهشاشة بعد الإبادة الجماعية التي حصدت أكثر من 800,000 من توتسي في 100 يوم. ثم يقوم التوتسي بعد استلامهم السلطة بتقديم نموذج للتعافي والمصالحة، شيء خطير ومبدع يستحق أن ندرسه، ويستحق أيضا أن ندرس الحالة العربية بدقة وبطريقة مختلفة منهجيا ونظريا، علنا نصل إلى حلول لهذا الوضع المأساوي الذي نعيش فيه. شكرا دكتور أحمد. في الحقيقة أنا أعتقد حضرتك برضو عملت إضافة فيما يتعلق بمسألة المصلحة، وكنت أنا ممكن نتكلم على فكرة طبيعة تركيبة المجتمعات وتوازنات القوة داخل هذه المجتمعات، لانه ده اعتقد بيطرح فكرة هنا المثل اللي حضرتك طرحته في رواندا، فكرة النموذج التنموي اللي تبنوه وبالتالي استطاعوا منه اعادة يعني التماسك المجتمع. هبقى اسأل للدكتورة انجي على فكرة النموذج التنموي، بس انا يعني عشان نستكمل النقطة اللي طرحها الدكتور احمد، يعني ناخد كلمة من الدكتور عبد الكريم، وهو يعني طبعا يدينا رؤية شاملة، لكن كمان ممكن ناخد يعني بعض الملامح للعراق. وانا لا اريد يعني اثير يعني بعض الشجون، لكن اعتقد انه يعني العراق كان كمان بيمثل حالة
يعني قابلة في الحقيقة إن احنا نعيها جيدا وندرسها أيضا جيدا، ونحن نتكلم على مرحلة يعني العراق لم يعد يعني نموذج واحد للأسف في هذا السياق. دكتور عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي الشرف أن أكون وسط هذه القامات والهامات الكبيرة، وحقيقة أنا يعني متواصل من سنوات طويلة مع بعض الأخوان والقامات هنا، ويعني أتشرف بهم وأتشرف بدعوة أستاذي العزيز البروف أيمن. وأنا لي الشرف أن أذكر أن الأستاذ الدكتور أيمن هو أحد أعضاء لجنة المناقشة المشرفين على أطروحة الدكتورة لي، وهذا شرف كبير لي. ولو كان أنا مش في أكتوبر في بغداد كنت حقيله من بغداد. والقامات ما شاء الله العالية الكبيرة، أستاذنا السعيد أستاذ أحمد موسى، هو يعني ما عرفنا، أنا متواصل ويا العفو أستاذ أحمد متواصل ويا الواتس ومتواصل بشكل مع بعض الأخوان. عموما جميعكم على رأسي، أنا عميد كلية الإعلام في الجامعة الإسلامية الأمريكية بولاية مينيسوتا، وعميد كلية الإعلام والاتصال في جامعة سليمان في اسطنبول، ورئيس لجنة الإعلام في اتحاد الجامعات الإفرو آسيوية، والنائب الأول لمركز أبابيل الدولي للدراسات الاستراتيجية واستشراف المستقبلات، وكاتب صحفي، واطلع على الإذاعة عندكم والتلفزيون من سنوات. أتحدث من زاوية تخصصي كأستاذ إعلام، وكما تفضل البروف أيمن، العراق أصبح عينة لكل الدراسات من حيث تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لأنه أصبح مرتع للقوى التي تتحكم بالتكنولوجيا والقوى التي تتمتع بالتحالفات بما فيها التحالفات الإعلامية. بدأ الغرب يتحالف إعلاميا كما تتحالف القبائل، يعني رويتر مع فرانس بريس مع تاس مع أسوشيتد بريس، من أجل توحيد خطاب إعلامي واحد للتأثير الاجتماعي والسياسي على المجتمع. الإعلام الجديد الدرجة الأولى، ونقصد بالإعلام الجديد هو وسائل الإعلام الحديثة التي جعلت العالم الاتصالي منفلت خارج عن السيطرة، بحيث أصبح كل فرد قائم باتصال بحد ذاته، يصمم رسالته ويصمم خطابه الإعلامي ويؤثر على المتلقي ويؤثر على الأمن القومي ويؤثر على الوحدة المجتمعية ويؤثر على السكان ويبتز وهذا جزء مهم في التأثير على الرأي العام وعلى النسيج المجتمعي. في العراق كان عراق، أنا حينما أقول العراق أقصد ما قبل 2003، هو هذا العراق، العراق الواحد، العراق المجتمعي، العراق الذي لم يشق ثوب الاجتماع نسيجة، لم يكن أحد يعرف هذا قوميته عربية أو كردية أو تركمانية. في العراق ثلاث قوميات كبرى، العربية تليها الكردية تليها التركمانية، وفيها مذاهب وأديان، المسيحية والصابئية والأزيدية والفيلية، وكلهم كانوا لا يعرفون ديانات أو مذاهب، بعضهم عراقي.
والحروب على مسارها السلبي وعلى تداعياتها لأنها ضد الفكر والعقل، لكنها وحدت وساهمت في الوحدة. استغل العراق اجتماعيا بناء على توجهات دولية كبرى، فجعلوا غطاء سياسي لملل لكي تنفذ سياسة الاستكبار الأجنبي. وصل الحد في عام 2005 في العراق، وهذا من صلب موضوعنا، أنا لم أخرج عن الموضوع. تفضل تفضل شيخ. في مناطق بغداد، هذه المنطقة يعني مثل اكتوبر والشيخ زايد، المنطقة الشيعية والمنطقة السنية بعد أن كانوا متصاهرين وأخوة من قرون، في عام 2005-2006 من كان لديه ولد اسمه عمر يستطيع أن يذهب إلى المنطقة السنية، ومن كان لديه ولد اسمه علي يكون جواز سفر للدخول إلى المنطقة. أنا مواليد بغداد، وأنا غادرت بغداد عام 2005 بعد اغتيال أحد أولادي، يعني أنا عايش الحالة تماما في الميدان، وأنا ضابط سابق وأستاذ وكاتب صحفي يعني. لي صديق عنده ولد اسمه عمر وعلي، يغري عمر ويعطيه بعض النقود، يقول له امشي معايا اريد اروح لفلان منطقة حتى يحمي نفسه والبطاقة معها. هل يعقل في عام 2006 يعني نحن في الألفية الثالثة، هذا العراق مهد الحضارات، مهبط الأنبياء، مكان الأولياء، يصل إلى هذه الحالة؟ هذه الحالة عينة سيئة للدليل أنه كيف يمزق النسيج الاجتماعي بفعل التكنولوجيا وبفعل ضرب الاقتصاد. وفي نفس الوقت كان القانون العراقي قبل 2003 من يتناقل أو يتاجر بالحشيشة يعدم، الآن من يتعاطى ويتاجر 5 سنوات وعفى الله عما سلف إذا في حزب عرفه. هل هذه العملية غير مقصودة؟ هذه مقصودة لضرب النسيج المجتمعي، ضرب الفكر، تخريب الاقتصاد. تجد الآن في الشوارع، ونحن في موضوعنا ما زلنا، بس احنا عينات أصبحنا العراق، يبيع الشاي وتجده يتكلم بالفلسفة، حاصل على ماجستير في الفلسفة، يبيع شاي في الشارع. هذا عمل مقصود. البروباغاندا، واعني بالبروباغاندا التسويق والدعاية والتبشير، ممنهجة بشكل وفق خطاب لضرب المجتمع، ولكي تبقى الفجوة كبيرة ما بيننا وما بين أصحاب القرار ممن يملكون. أنا دائما أؤكد التكنولوجيا والإعلام، تحديدا الإعلام اليوم هو الأساس في توجيه الرأي وفي غسل الأدمغة، والإعلام يعتبر اليوم هو أبو العلوم، لأن الإعلام من أقدم العلوم. نحن ندرس الطلاب الإعلام رسالة، مضمون قائم بالاتصال، مضمون متلقي رجع صدى. هذه النظرية اللي ندرسها اليوم هذه موجودة أول ما خلق الله سيدنا آدم، حينما قال لا تقربا هذه الشجرة. إذن هذه النظرية القائم بالاتصال عز وجل، المضمون النهي، المتلقي سيدنا آدم وأمنا حواء، رجع الصدى الندم. الإعلام قديم، الإعلام في النظرة رسالة، الإعلام في الرسم على الجدران، في بكاء الطفل،
فإذا الإعلام يجب أن لا يبتعد عن موضوعنا الاجتماعي لأنه موضوع أساسي في التغيير. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور عبد الكريم. يعني حضرتك حطينا في مداخل متعددة، وطبعا يعني الإعلام والتكنولوجيا أكيد ليهم التأثير الأكبر واللي احنا يعني بنلمسه بشكل واضح. عايزة أوصل للدكتورة إنجي حوالين فكرة النموذج التنموي. يعني جزء من الإشكاليات اللي بتواجهنا في المنطقة العربية بشكل عام هو فشل أو ضعف النموذج التنموي بشكل كبير، فبالتالي بقى فيه فكرة التفاوتات الطبقية، يعني انفكاك الطبقة الوسطى، فكرة العدالة، المسؤولية الاجتماعية، إلى غير ذلك من القضايا اللي هي في الحقيقة يعني بتعمل تفكيك للمجتمع وبتخلق حالة من حالات الندية والتنافس والصراع. حضرتك شايف الموضوع ده؟ دكتورة إنجي طبعا خبيرة في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية. السلام عليكم. في البداية أحب أشكر دكتور أيمن على الفرصة العظيمة أن أنا يعني أقابل أساتذة وزملاء أعزاء، دكتور محمد سعيد إدريس، الأستاذ العزيز والزميل السابق الأستاذ فؤاد، يعني من يعني أنا من عشاق كتاباته. أستاذ الدكتور أيمن طبعا يعني تعلمت كتير جدا من كتاباته، ما حصليش الشرف أني قابلته. الأستاذة الزميلة العزيزة الأستاذة أمل، الأستاذ عبد المجيد، يعني وكل يعني أنا ما أعرفش كل الموجودين، بس يعني طبعا اوكي. الحقيقه هو موضوع التفاوتات وغياب العداله الاجتماعيه هو يعني موضوع هام كبير وقضيه يعني حساسه جدا. والحقيقه هي كانت هام شخصي بالنسبه لي، انا الدكتوراه بتاعتي كانت عن العداله الاجتماعيه في خطاب المؤسسات الماليه الدوليه، المؤسسات الدوليه التنمويه الدوليه. الحقيقه احنا في مصر عندنا مشكله، في سؤال دايما بيتسال، احنا ليه في مجهود كبير قوي بيتبذل على الارض بس احنا مش لاقيين صدى للمجهود ده كبير ليه؟ لانه احنا ده ليه سبب، ليه اسباب كتير، بس السبب الاساسي انه في الغالب الـ يعني او تصميم النموذج هو نموذج فوقي، بمعنى انه المتلقي او المستفيد بيكون غير مشارك في صنع الـ السياسه او الخطه اللي بتوجه ليه. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية إنه في يعني في مجموعة كده من الـ من الـ من العناصر الأساسية اللي تخلي نموذج التنموي ينجح أو إنه التنمية تحقق المنشود منها. طبعا هي مصر فيما يتعلق بالأرقام التنمية البشرية حصل فيها طبعا في جهد كبير حصل في الثمان سنين اللي فاتوا وقبل كده كمان، لا يعني ما نقدرش ننكره، ولكن برضو عندنا مؤشرات يعني يعني تخلي كده الواحد ينتبه. انه مثلا احنا عندنا اللامساواة في التعليم بتخسر، مؤشر اللامساواة في التعليم بيخسر مؤشر التنمية البشرية بتاعنا 28%. فدي حاجة تخلينا ننتبه انه في حاجة يعني محتاجة تركيز اكتر. في جهد مثلا بيتعمل كبير جدا في برامج الحماية الاجتماعية وبرنامج رائد وبرنامج التكافل والكرامة، برنامج رائد في الشرق الاوسط، ولكن يعني ماذا عن الفقراء الجدد او الوسط المنسي؟ اين يعني البرامج اللي بيتم تطبيقها ما بتكونش فيها حساسيه كبيره لواقع المجتمع، لانه المتلقي في الاخر هو مش جزء من من صنع السياسه دي. احنا عندنا طبعا مشكله التنميه تبدا وتنتهي عند التعليم. لما احنا في يعني الوطن العربي 50% من الاطفال اللي عندهم 9 سنين في يعني في نهايه قرب نهايه المرحله الابتدائيه عندهم فقر التعلم. ايه هو فقر التعلم؟ فقر التعلم ده انه الطفل ما يقدرش يقرا نص بلغته الام ويفهمه ويعمل له يعني اعاده يعني يستدعيه مره اخرى. في مصر النسبه 70%، في اليمن 90%. فدي النقطه الاساسيه، انه احنا فكره انا بعمل برامج، طبعا في برنامج اصلاح واصلاح للتعليم الابتدائي وفي برنامج للتعليم لرياض الاطفال، ولكن يعني تبقى المشكله انه احنا انه المستفيد مش جزء، احنا ما بنعملش يعني ما بندخلش المواطن المستفيد جزء في البرنامج ده. في مشكلة على مستوى اقليمية، انه احنا المنطقة العربية بقت من اعلى مناطق في العالم في عدم في مؤشر عدم اللامساواة. يعني الى الحد اللي خلى الاسكوا طلعت تقرير لسه من يعني من شهرين مثلا اسمه اللامساواة في الوطن في الشرق الاوسط قنبله موقوته.
يعني ده عنوان ده بيتكلم عن التفاوت في يعني بالتفاوتات. ده بيعمل احتقان ازاي او بيعمل احتقان مجتمع ازاي؟ انه انا لما بيكونش عندي لا مساواة في الفرص، التعليم مش يعني التعليم او يعني التعليم غير متاح او جودة التعليم غير متاحة لجميع الافراد، فده بيخلق عندي ايه؟ بيخلق عندي انه في اشخاص بتقدر يعني تلتحق بسوق العمل في وظائف افضل، واشخاص تانيين ما بيقدروش ان هم يحققوا ده. بيسود فكرة الـ او يعني بيتم تصدير او يتم فكرة انه الـ يعني الـ انماط الكسب السريع زي الناس المشاهير التيك توك ومشاهير اليوتيوب، في مقابل انه فكرة الجهد مقابل العمل او الجهد مقابل الانجاز، دي فكرة. وهي دي الحقيقة دي مش ظواهر مرتبطة بالمجتمع المصري بالاساس، هي ظواهر عالمية. يعني مثلا يعني تسليع التعليم كخدمة، يعني تحويل التعليم كخدمة مثلا خاصة، دي اتكلم عنها يعني مفكرين امريكان، في وبقت ازمة في الولايات المتحدة انها خلقت لا مساواة في الولايات المتحدة، زي جوزيف ستيجلتس وروبرت بوت بيتكلموا عن مشكلة ازاي انها خلقت تفاوت طبقي في المجتمع. لما المجتمع بيكون فيه أربع أو خمس أو ست أنماط تعليم، ده بيخلق حالة من الانعزال. حالة الانعزال بتخلق إنه مفيش يعني مفيش قيم متشابهة، مفيش تفكير متشابه. كل مجموعة بيبقى زي يعني في أطفال الصوب، يعني ده مفهوم شهير جدا، لأنه فكرة الأطفال اللي بيعيشوا جوه مجتمع اللي هو جيتد كوميونيتي، وبيطلعوا من الجيتد كوميونيتي بيروحوا مدرسة جوه الجيتد كوميونيتي، أصحابهم جوه بيشتغلوا جوه، فهم ما عرفوش حاجة عن برا هذا الإطار، برا صور الحياة دي، وبالتالي هم ما بيبقوش جزء من مجتمعاتهم. هي ظاهرة موجودة في مصر وظاهرة موجودة في دول أخرى. دي بتخلق حاله انعزال وعدم قدره على التفاهم. يعني انا مثلا اذكر من 30 سنه او يمكن انا لحقت يعني نهايه التعليم الحكومي، انه انا يعني انا ابنه يعني طبقه وسطى، وكنت في مدرسه حكوميه، كان الفصل فيه بنت الضابط وبنت موظف الحكومه وبنت العامل وبنت الجامع القمامه في الشارع، وكان في حاله يعني احنا شفنا مصر وتعلمنا يعني ايه مجتمع شكل المجتمع المصري من جوه المدرسه. الحاله دي للاسف مش متوفره، لانه ايه اللي عمل ده؟ اللي عمل ده ان التعليم تحول من انه حق وانه هو خدمه المفروض انها بتكفلها الدوله لسلعه. دي مش في مصر بس، دي في دول كتيره، ولكن لما بيكون احنا يعني ده بيخلق حاله من التفكك وحاله من الطبقيه. ولانه في يعني ادبيات التنميه بتتكلم عن واقعه الميلاد كاساس للتفاوت في مجتمعات. يعني انا مثلا بنتي وبنت اللي هو حارس العقار، ايه فرص كل يعني ايه فرصه بنت حارس العقار انها تخرج من الفقر او من الوضع ده، وانها مثلا او تصعد اجتماعيا؟ فرصتها ضئيله جدا، انها في الغالب هتورث نفس الوضع الاجتماعي، وبالتالي لما يعني هتخرج يعني او هتخلص المدرسه هي مش متعلمه كويس اذا يعني كملت، وبالتالي هي تلتحق بوظيفه دنيا وهتعيد توريث نفس النمط ده لاولادها. اللي بيحل دي دور الدوله في قطاعات لا يمكن انه الدوله توكل يعني مهامها فيها للقطاع الخاص او تسلع الخدمات. والتعليم والرعايه الصحيه دول يعني اساس وجوهر جوهر المجتمع واساس لحمه المجتمع. التدني اللي احنا شايفينه في السقاء يعني في الاوضاع وفي الحاله الاجتماعيه اساسه انه احنا ما عندناش نظام تعليم يعني اولا بيعلم مهارات مستجيب لل يعني التطورات التكنولوجيه اللي موجوده في يعني مشاركه مع المجتمع، في بيعكس واقع المجتمع. يعني احنا مثلا الخناقه الشهيره اللي بين وزاره التربيه والتعليم والاهالي دي، يعني حاله دي بتعكس حقيقه حاله الفوقيه في التعامل مع القضايا، انه لا يعني هو ده يعني الام دي او ولي الامر هو اكتر حد مشتبك مع المنظومه، فانت لازم تسمع ولي الامر اللي بيقول لك انه احنا محتاجين واحد اتنين تلاته.
فالحقيقة هي دي يعني أنا بالنسبة لي أو أنا اللي شايفاه إنه الحل بيبدأ من التعليم. توفير تعليم جيد بيراعي معايير العدالة من حيث الإتاحة والجودة دي أول خطوة في وتعليم بيراعي الهوية، لأنه مش ممكن إنه يعني إحنا بغض النظر عن يعني سواء يعني إحنا ما فيش دراسات في مصر أو اتكلمت عن فقر التعلم في مثلا مدارس الدولية والمدارس لسه ما فيش. إحنا في المركز يعني بنحاول نعمل حاجة كده دراسة عن فقر التعلم في المدارس والتفاوت ما بين المدارس الحكومي والمدارس الدولي، بس الحقيقة إنه الفكرة إنه طفل يبقى عنده مثلا 8-9 سنين ما بيعرفش يكتب اسمه وما بيعرفش يقرأ نص بلغته الأم ويقول هو فاهم منه ايه او وصل له منه ايه، دي الحقيقة حاجة يعني مش يعني او حاجة بتؤذي المجتمع، ليها تبعات وليها اثار تنموية كبرى. مهما يعني وضعنا من جهد في التنمية، البدء بالتعليم والنهاية عند التعليم. شكرا جزيلا دكتورة انجي. انا اعتقد انه حضرتك يعني لمستي فكرة اهمية انه نجاح نموذج تنموي بشكل متكامل، وان الركائز بتاعته الاساسية التعليم والصحة زي ما حضرتك اشارتي، وبالتالي التشوه ده في الحقيقة هو اللي احنا يعني التشوه النموذج التنموي ده في الحقيقة هو ده اللي احنا بنشوف يعني نتائجه في مسألة التعليم تحديدا وفي انعكاساته على منظومة القيم. طبعا يعني التعليم في مصر في فترات يعني قبل الانفتاح في الحقيقة كان التعليم هو السبيل للترقي الاجتماعي، يعني دلوقتي الحقيقة بقى هو انعكاس للتفاوت الاجتماعي، ودي نقطة في الحقيقة يعني شديدة الأهمية. أنا عايز أنتقل برضو للدكتورة أسماء فؤاد باحثة اجتماع جامعة القاهرة، لان هي مهتمية بموضوع الاجيال يعني، فبالتالي هنا المنظور اللي احنا يعني يمكن قبل ما حضرتك تيجي كنت بتكلم على فكرة فجوة الاجيال، ازاي انه هذه الفجوة والعمر الجيلي بيتغير، وبالتالي المنظور في تباين بين الاجيال بعضها وبعض، لكن كمان مثلا في حدود حسب التقديرات يعني 50 سنة هنبقى قدام الجيل اللي احنا النهاردة بنقول انه له منظور مختلف، يبقى هو ده الجيل اللي موجود وده الجيل اللي بيسيد، وبالتالي القيم بتاعته هتبقى هي اللي سائدة، فبالتالي شكل المجتمعات نفسها هيتغير سواء في منظورها للسلطة او الدولة او المجتمع او الحريات او الحقوق، وبالتالي احنا قدام تحدي في تغير كامل للمنظومة اللي احنا بنشوفها النهاردة، اللي احنا ربما نكون يعني عندنا بعض التحفظات عليها، عندنا بعض التباين في الادراكات ليها. فحضرتك شايفة ازاي الفجوة الجيلية دي منعكسة على فكرة التماسك الاجتماعي او السلم الاجتماعي؟ في الاول مساء الخير على حضراتكم جميعا. انا سعيدة جدا وبشكر دكتور ايمن، لان انا بذاكر مقالات دكتور ايمن مش بقراها فقط، قد ايه انا سعيدة بيه وقد ايه انا بتعلم منه وبذاكر المقالات بتاعته، وسعيدة النهاردة ويشرفني ان انا اكون بين حضراتكم في الصالون ده اتعلم منكم واقول وجهة نظر. اما عرفت ان انا ممكن اجي في صالون بيتكلم عن السلام الاجتماعي، للأسف مفهوم السلام الاجتماعي يا دكتور حصل فيه تحول كبير جدا، وللأسف احنا وصلنا لمرحلة من عدم السلام الاجتماعي اللي هي محتاجة تدرس قوي، وخاصة اما تتصل بموضوع الاجيال زي ما حضرتك تفضلت وقلت. ليه بتقول كده؟ لان للأسف الاجيال الجديدة اللي هي بتشكل تقريبا تلت المجتمع المصري تقريبا دلوقتي هي اجيال ما عندهاش مفهوم السلام الاجتماعي بالمفهوم اللي احنا نعرفه اللي تفضلت دكتور انجي واتكلمت عنه، وانا بكمل على كلامها ان مفهوم السلام الاجتماعي عند الاجيال الجديدة هو مفهوم مشوه. ليه مفهوم مشوه؟ لان ببساطة يعني ايه السلام الاجتماعي؟ هي حالة من التعايش بين افراد المجتمع المختلفين اصلا، كويس؟ فبالتالي لو حصل اختلاف وجهات النظر في آليات للضبط الاجتماعي. ايه آليات الضبط الاجتماعي؟ آليات الضبط الاجتماعي نوعين، نوع مباشر وهو قوة القانون والمؤسسات الأمنية، ونوع غير مباشر وده يمكن نقدر أسميه أقول القوى الناعمة. القوى الناعمة دي ممثلة في الأسرة، وسائل الإعلام، ممثلة في المؤسسات الثقافية وهكذا.
المؤسسات دي نجحت مع أجيال قبل كده يا دكتور أيمن إن هي تخلق مفهوم اسمه مفهوم العيب. كان هذا المفهوم رابط مقدس بيقدر من خلاله الأجيال تتماسك. كلمة رادعة. أنا عن نفسي تربيت على هذا المفهوم. أستاذ الدكتور محمد الجوهري كان دايما لما أكتب حاجة غلط في ورقة الرسالة أو حاجة يقول لي عيب، فكان بيأثر فيا قوي. دلوقتي للأسف عدم قيام مؤسسات التنشئة الاجتماعية بدورها أدى إلى تفتيت المجال العام، زي ما الدكتور إنجي تفضلت وقالت تفتيت المجال العام، فبقى المجال العام كيانات مختلفة اللي هم أصلا أعمار مختلفة. حط على ده أن الجيل أصلا ككونسبت جيل ليه تجربة مختلفة، تجربة اجتماعية مختلفة بيعيشها في سياق الواقع التاريخي والاجتماعي بتاعه. أقدر أقول أن الأجيال اللي عايشة دلوقتي في مصر والعالم كله، إحنا بنتشابه على فكرة مع كتير من دول العالم، بتعيش فترة اسمها فترة المخاطر. فترة المخاطر دي بتطبع الأجيال بصفات معينة، بإحساس معين، بفكر وجدان معين ومميز عن الأجيال اللي قبل كده، لأن الأجيال اللي قبل كده هي عاشت فترة تاريخية مختلفة وليها سمات مختلفة فانعكست عليها بطريقة مختلفة، وده يفسر لنا توحش العنف جوه الأجيال الجديدة. لو أخذنا فور إكزامبل حادثة المنصورة بغض النظر عن تفاصيلها، هنلاقي نوعية الجريمة فيها توحش. لو درسنا ده بعيد عن السايكولوجي أو السوسيولوجي أو كده، هنلاقي إن, 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 إن القائم بالعمل ده أو القاتل إحساسه هو رافض قوي، وده سمة من سمات الجيل الجديد. فبالتالي مفهوم التعايش عند الأجيال الجديدة ضعف، شوه، بقى ضعيف. أنا مش عايزة أقول نظرة تشاؤمية أو حاجة، لكن أنا عايزة أقول باختصار شديد ضعف مؤسسات الضبط الاجتماعي الغير مباشرة اللي هي الأسرة في بناء قدوة حقيقية ورمز حقيقي ونخب تقدر تدي للأجيال الجديدة تمدها بقيم مشتركة تخلي المجال العام حواليها وفيما بينها متماسك، أدى إلى أن خلاص يعني إذا ما كناش نجري ونلحق وندرس ده بصورة سريعة، أعتقد المسألة صعبة جدا على مفهوم السلام الاجتماعي نفسه. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا دكتورة أسماء. يعني أنت برضو وديتينا في مساحة فكرة فترة المخاطر، يعني دي في الحقيقة اعتقد انها مسألة مهمة، لان هي فترة مخاض هتنجم عنها. عن ايه بقى المخاطر دي؟ هتوصلنا لايه؟ فدي نقطة في الحقيقة يعني في غاية الاهمية. يعني هاخد الاستاذ احمد سلطان الباحث متخصص في الدراسات الاسلامية حوالين مسألة التوظيف، يعني دور هذا الفكر ودور الحركات والتنظيمات دي في تأثيرها على المجتمع من حيث يعني تجذيره، من حيث تفكيكه، من حيث الانعزالية، لأنه أيضا خلقت حالة من حالات الانعزال. لأنه هنلاقي المجتمعات في الحقيقة سواء أنها بتنعزل نتيجة طبقية معينة، فالبعد الاقتصادي والأشارة للدكتورة إنجي، الناس بتنعجز مع بعضها في كومباوند معين، أصحاب الفكر الواحد أيضا بينعزلوا مع بعض. فإلى حد فكرة التوظيف في حركات الإسلام السياسي انعكس على المجتمع، سواء في طرح فكر متشدد بيؤدي إلى رهاب، وأيضا لفكرة انعزال عن المجتمع ويعني تأثيره على التماسك بشكل عام. يعني في البداية السلام عليكم. أنا أتشرف طبعا بدعوة مؤسسة طبا وفي الصالون الرائع وسط هذه الكوكبة من الباحثين الأجلاء، شرف لي أكون موجود وأنا بتعلم منكم جميعا. يعني لكن أنا لي رؤية فيما طرحته دكتور أيمن، يعني بخصوص مسألة الجماعات. إحنا يعني لو جينا بدري شوية كنا ممكن نقول إن الجماعات بمفهومها المتشدد هي خطر على النسيج المجتمعي وعلى السلام المجتمعي. إحنا دلوقتي الخطورة بقت متبادلة،
أنا هنطلق من اللي قالته للدكتورة أسماء وأقول أن المجتمع الآن أصبح خطر على الجامعات ذاتها. هتقول لي إزاي خطر على الجامعات ذاتها؟ إحنا عندنا ترسيخ لحالة تطرف مجتمعي عالية جدا، الأجيال الجديدة عندها توحش أكبر وقابلية أكبر للعنف، في حين أن هذه الأجيال الجديدة برضو بتكون يعني نسيج يتم التجنيد منه وإضافته للجامعات، وخاصة الجامعات المسلحة. حالة العنف اللي شهدتها مصر من 2013 حتى الآن واللي ارتبطت بظهور جامعات عديدة ما تمش دراستها بالقدر الكافي. احنا درسنا حالة عنف متخيل او متوهم، خلينا نقول ده حالة عنف في اذهان بعض الباحثين، عندنا تحيز تحليلي عالي وادى الى نتائج غريبة. في الواقع لما نيجي نشوف نجد ان الاجيال الاحدث في التنظيمات وفي الجامعات على اختلافها بكل الجامعات هي أخطر وأعلى بمراحل، والقتل عندها أو استحلال الدماء مش متوقف على التنظيرات أو التبريرات الشرعية التقليدية اللي كانت بتتقال قبل كده، الجامعات بتيجي تكفر فلان فتستحل دمه، لا بقى الواقع الحقيقي إنه هو بيقتل وبعد كده يبرر مسألة القتل. وأنا هنا بتكلم عن حوادث حصلت سواء في بعض المحافظات، يعني عندي حادثة في دمياط مثلا نفذها بعض العناصر الحراك المسلح المرتبطين بفصيل كان منشق عن جماعة الإخوان، هم قتلوا واحد من المدنيين لأنهم مختلفين معه وبعدين برروا العملية. الظاهرة دي لو ما نيجي نبص لها في الصورة الأوسع نجد أن ده جزء من الصيرورة الاجتماعية اللي حصلت جوه الجامعات، بمعنى أن التحول للعنف الأكثر شراسة تم بالفعل وبعدين جت التنظيرات. لما نشوف مسألة التبريرات اللي صيغت من قبل الجامعات أو غيره لمسألة العنف وشرعنة استخدام السلاح ضد مؤسسات الدولة وضد المدنيين نجد أن ده الواقع. فالآن في حالة ترسيخ للتطرف المجتمع. الجامعات قبل كده كانت بتعيش في الانعزالية اللي هي بتسميها الفسططة، أن العالم كما يعني كما كانوا يقولون انقسم إلى فسطتين، فسطاط إيمان وفسطاط كفر، لكن هذه التقسيمة حاليا متدخلة للغاية، فضلا عن ان احنا غايبين عن الواقع. احنا عندنا جهود كتير لكن هذه الجهود اما يعني بتعمل في جزر منعزلة او ان احنا مش عايزين نشوف الواقع كما هو، فبنتحيز بقى تحليليا نقول والله ان الظاهرة دي كذا ونحاول نوائم الواقع مع تصوراتنا احنا مش مع الواقع الحقيقي. فاحنا في أزمة كبيرة جدا، ويمكن الدكتورة أسماء أشارت لها قبل كده في مسألة الفجوة الجيلية، وهذه الفجوة الجيلية أيضا داخل الجامعات، وأنا كتبت عن الفجوة الجيلية في داعش أن الجيل الجديد أخطر وهو غير متقيد بالإطار السلفي التقليدي الطبيعي. بعيدا عن هذه المسألة ما دورنا؟ يعني احنا فين من هذا التطرف الذي يترسخ يوما بعد يوم؟ اذا كان الشخص اللي ذبح زميلته في المنصورة بقتلها باسم الحب او غيره، هذا الشخص نجد نماذج زيه موجودة في الجامعات الاسلامية وتقتل بسم الله، يعني هو كان قاتل وتحول. تجربة الجزائر في العشرية السوداء على سبيل المثال، يعني تحول الجماعة الإسلامية المسلحة ارتبط بصعود اثنين من قياداتها، عنتر الزوابري وجمال زيتوني، واحد منهم كان يعني شغال أنا آسف يعني بتاع فراخ، فهو شغلانته هو يذبح فراخ، فصار أمير جماعة فبدأ يذبح ناس، يعني طور العمل شوي. فدي الأزمة اللي احنا بنواجهها حاليا. وبعيدا عن ده دورنا احنا كمؤسسات، احنا المفترض المؤسسات ليها دور والمجتمع ليه دور في ترسيخ السلام المجتمعي بمفهومه اللي هو البعيد عن الصراع، مفهومه التقليدي اللي احنا محتاجين حتى نعيد التفكير فيه. احنا دلوقتي ما عندناش ده، يعني لا عندنا برامج للوقاية من التطرف ولا عندنا برامج لنزع التطرف. وفي الواقع احنا بنتكلم عن الواقع اذا كنا عايزين حل، فاحنا دلوقتي عندنا اجيال من المتطرفين موجودين، هم بس منتظرين اللحظة المناسبة. فإحنا محتاجين نظرة لمسألة نزع التطرف والوقاية منه، وإحنا عندنا مشكلة حقيقية. إحنا كان عندنا مبادرة قبل كده حتى مع التحفظات عليها، مبادرة المراجعات، لكنها لا يمكن إن إحنا بأي حال من الأحوال نقول إنها كانت مبادرة شاملة لنزع التطرف. نحن الآن بحاجة للوقوف أمام أنفسنا ومواجهة ذاتنا في الأول. لا يجب أن نظل على حالة خطاب الذات اللي إحنا بنعملها، إحنا طول الوقت بنكلم نفسنا لكن الواقع بيتغير، ومحاولتنا التجاهل مش هتكون يعني نتيجتها محمودة على الإطلاق. أشكرك جزيلا أستاذ أحمد. يعني أنت خدتنا في مساحة أنا أعتقد يعني خلتني هغير السؤال اللي كنت أقوله للدكتورة أمل. في الحقيقة كنت عايز أخلي الدكتورة أمل تتكلم على قضية المرأة عشان نخفف شوية من وطء، لكن أنا يعني لو هي هتحب تتكلم عن موضوع المرأة، لكن أنا عايز أسألها سؤالين في الحقيقة، لأن هي برضو مهتمية
بقضية التطرف والإرهاب، وطبعا هي رئيس التحرير مجلة المشهد، وأنا بعتز طبعا هي معايا في أحوال، لكن هي كمان رئيس التحرير مجلة بتصدر عن مركز عن المشهد، وهي معنية بقضية التطرف والإرهاب. يعني في الضوء اللي قاله الأستاذ أحمد في الحقيقة هو، واللي طرحته الدكتورة أسماء والدكتورة إنجي، احنا هنا بنتكلم على جيل جديد فكرة الفردية عالية، قيمة الفردية عالية، قيمة الشكل أو تعبيراته ولجوءه للعنف أيضا كبير، فبالتالي هي ظاهرة. وطبعا برضو زي ما احنا بنتكلم دي مش ظاهرة مرتبطة بمصر بس، يعني فكرة الفردية على مستوى العالم، فكرة العنف يعني أوروبا كلها شايفين اليمين المتطرف شغال ازاي، فبالتالي هنا في شكل عام وتحذير. انت في الحقيقة ضربت جرس انذار كبير، طبعا هناك برامج للتطرف لكن حدود فعاليتها هي دي اللي احنا ممكن نتكلم فيها يعني، لكن طبعا في ناس كتيرة بتبذل مجهود، لكن هل المجهود ده بيوصل للناس؟ هل عوامل المحفزة دكتورة أمل على التطرف نفسها احنا بنقدر نعالجها كلها في اطار منظومة؟ لان هو ده القضية، ان انا لازم اشوف ايه كل الدوافع اللي بتقدم من اول اللامساواة في التعليم الى غيرها من القضايا بتكون محفزة على فكرة التطرف. فبالتالي عندك خيارين او تجمعي بين الموضوع المرأة والتطرف يعني. طيب متشكرة يا دكتور، يعني يمكن حضرتك انت عرفتني خلاص ان انا يعني بحثها في المركز، مركز الأهرام دراسات سياسية والاستراتيجية، ومهتمة بقضايا التطرف. بس انا كمان كان عندي تخصص قبل كده عن العدالة الانتقالية اللي هي مرتبطة اصلا بكل الكلام، يعني فكرني الدكتور احمد وهو بيتكلم عن النموذج الرواندي، انا قعدت فترة طويلة بشتغل عن العدالة الانتقالية. طيب بس موضوع بقى السلام الاجتماعي وموضوع الصالون هو موضوع يعني هو كبير قوي ودخل في قضايا كتير قوي قوي، وانا كنت مستمتعه بكل الكلام اللي بيتقال. ما انا هورط الدكتور فؤاد بعد شويه عشان يقول لنا نموذج واحد. يعني الموضوع فعلا هو معقد قوي قوي، ويمكن يعني خلينا ان احنا نتفق على حاجه، انا هتكلم عن موضوع المراه والاجيال. احنا بنتكلم عن السلام الاجتماعي في المنطقه العربيه في اللحظه الراهنه، اوكي. طيب كنا زمان بقى ما دخلنا الكليه او في مثلا في نهايه التسعينات والألفين بنتكلم عن العولمه، مظبوط، كان كل الكلام اللي الدكتور ادريس قاله عن العولمه والنموذج الغربي وفين هويتنا وفين الكلام ده كله، وده مازال موجود في المنطقه العربيه، اوكي. ده بالنسبه للدول العاديه في الوضع العادي. دلوقتي بقى في عندنا الدول العربية اللي عندها مشكلة الإثنيات، زي ما تفضل الدكتور ويتكلم عن نموذج العراق اللي بقت عينة، كل ما نيجي نتكلم عن مشكلة الإثنيات نتكلم عن العراق، والحالة السورية دلوقتي بقت العينة التانية. دلوقتي اتنقلنا للموضوع التاني اللي بقى عندنا إثنيات كانت موجودة بس ما كانتش بتشكل مشكلة قبل كده. دلوقتي بعد 2003 وبعد 2011 بقى في حالة من انفجار اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، الارهاب الطائفي او الارهاب المذهبي، يعني حصل نوع من استغلال التعدد الاثني، ان بقى عندنا انفجار في السلام الاجتماعي في بعض الدول العربية، اوكي. طيب اذا احنا دلوقتي عندنا ازمة مضاعفة، يعني في الاول كان عندنا فكرة العولمة والهوية، دلوقتي بقينا دول في حالة من الصراع، الدول العربية يا إما في حالة من الانهيار والتفكك يا إما في وضع الصراع، أوكي. إذن ما حالة السلام الاجتماعي في الدول العربية والمنطقة العربية؟ بلس بقى ده كله أزمة الأجيال، ودي أزمة عالمية بس المنطقة العربية. لما جينا شوية نشتغل ونتكلم على أزمة الجيل زد في أحوال، واشتغلنا بعديها على جيل زد في المنطقة العربية، الفترة راهنة اللي بينشأ فيها الأطفال والمراهقين في دول الصراع العربي فترة شديدة الصعوبة. كل الكلام عن الفقر في ولا مساواة في التعليم، دي رفاهية اللي احنا عايشين فيها هنا، هي مش رفاهية قوي بس بالنسبة لدول الصراع احنا أشبه بالفترة اللي كان فيها المراهقين والأطفال في الدول الأوروبية في فترة الحرب العالمية الثانية. دي الفترة اللي بتنهار فيها كل القيم،
كل القيم. انا ما اقدرش اكلم المراهق دلوقتي في العراق ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في كتير من الدول العربيه عن القيم بما فيها الدين، اكلمه ازاي عن الدين؟ ده هو دلوقتي عنده تساؤلات اصلا، يعني هو ربنا موجود والحاجات دي بتحصل؟ فبالتالي المشكله بقت اكبر بكتير بكتير. الكلام الاستاذ احمد بيتكلم فيه عن التطرف والارهاب ان هم دول الماده اللي التنظيمات بتاخدها دلوقتي، هم المتطوعين، انت مش مضطر، التنظيم مش مضطر يروح ان هو يجنده، هو عنده كل اسبابه من الغضب ومن التشوش لانه اتولد في ظل صراع غريب. وصراع مرة واحدة الدكتور بيقول انه العراقي ما كانش بيعرف، ما كانش بيسأل هو ده من السنة ولا من الشيعة ولا ده كردي ولا كذا، مرة واحدة بقى اتولد في الدنيا وبيكبر بيشوف عمليات ذبح متوحشة لا لسبب غير الإثنية أو الهوية أو المذهبية. فتخيلوا هذا الجيل اللي هو كتير قوي 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 أكتر مننا، الأجيال دي نشأت في ظل هذه الظروف، حتى لو عايش هنا في مصر هو شايف الصورة دي. وبالتالي احنا دلوقتي بقى عندنا عشان نتكلم عن السلام الاجتماعي في المنطقة العربية لازم نكون واخدين بالنا انه في أزمة كبيرة، حتى لو احنا دولة مستقرة هنا في مصر، المراهق المصري والشاب المصري او التونسي او الجزائري اللي هي في الدول اللي عندها حالة من الاستقرار هو بينشأ وبيتفرج على هذه الصور. ودكتورة أسماء اشتغلت دكتوراه كاملة على موضوع الأجيال والعنف، فهو اتولد وبينشأ وهو بيتفرج على هذه الصور. وفي تساؤلات بقى عديدة جدا عن الدين، عن الحق في الاختلاف والحق في التغيير. احنا قاعدين بنتكلم ودكتور إدريس بيقول شايف خطاب بايدن وبيتكلم انه فخور بالمثلية، الموضوع اكبر من كده. الموضوع احنا لو نزلنا عملنا سيرفي على المراهقين والشباب وسألناهم هم حرين ولا لا، هيقولك اه هم حرين. يعني انتوا هتتخضوا، يعني احنا عملنا سيرفي في منطقة يعني حتى هنا. فاحنا مش لازم نتخض من بايدن قال ايه، احنا محتاجين دراسات ميدانية. طبعا الدكتورة انشي عارفة الدراسات الميدانية وازمتها، دراسات ميدانية في علم الاجتماع بجد تتكلم عن التغيرات اللي حصلت في الاجيال من غير ما ننظر عليهم. بالمناسبة هم اتولدوا في ظروف صعبة جدا. الكلام عن القيم وان احنا عندنا ثوابت، هو ازاي يعرف الثوابت اصلا؟ وبالتالي لما نيجي نتكلم ان هو بيتطوع للعنف، هو كده ولا كده عنده رغبة في العنف وعنده حالة من الغضب وعنده حالة من التشوش اصلا في القيم وعنده ازمة في الانتماءات والولاءات وما ينفعش نقول عليهم وحشين. الطريقة اللي احنا تربينا بيها وكنا فاهمين ان احنا عندنا ولاء الوطن وولاء للدين، هو ما ترباش، هو ما شافهاش بعنيه وما يقدرش يشوف. فيعني المرأة بقى يا دكتور ايمن دايما هي الحلقة الاضعف في كل الصراعات، في كل، والحلقة الاضعف من المرأة الفتاة، يعني مش بس المرأة، الفتاة. الحالة العراقية والسورية واليمنية وكل دول الصراع نقدر نألف مؤلفات على حالة السلم الاجتماعي بين قوسين، حالة يعني أو وضع الفتيات ده يتألف فيها مجلدات بقى في وقت الصراع. والحقيقة ده مش في الوطن العربي بس، يعني أنا زي ما بقول في مرحلة الحرب العالمية ده حصل في أوروبا على فكرة، يعني الفتيات والنساء كانوا هم الحلقة الأضعف، وبالمناسبة هم الحلقة الأقوى في عملية يعني حل النزاعات. يعني لما بنتكلم عن حل النزاعات والصراعات سواء في الدول اللي عملت بقى عدالة انتقالية في أفريقيا أو في أمريكا اللاتينية، دور المرأة كان هو الدور المحوري. فهم الحلقة الأضعف وهم في نفس الوقت لو تم تفعيلهم أو إعطائهم الفرصة هيكونوا الحلقة الأقوى في حل النزاع، لأنه المرأة هي صاحبة المصلحة الأقوى في أنه الأوضاع تبقى أهدى علشان العيلة تبقى في وضع آمن وأبنائها يكونوا في أوضاع آمنة. وإحنا كان عندنا بعض الدراسات، يعني حتى منظمة المرأة العربية عملت، يعني زميلتنا رابحة كانت مشتركة في سيرفي مهم يعني مع اللاجئات أو مع النازحين أو مع النازحات السوريات في داخل المخيمات، و
يعني بالفعل دور المرأة مهم جدا جدا في السلم الاجتماعي، بس في ظل الصراع هي كمان الضحية الأكبر. شكرا جزيلا دكتورة أمل. يعني انت برضو يعني هتخليني اعمل قفزة برضو في الحوار بس للشيخ مصطفى المرة دي. انا يعني عارف ان هو يعني يعني كان عنده ارتباطات كتيرة، لكن يعني في الحقيقة في وجودك يعني وما ما طرحه الأستاذ أحمد سلطان حوالين فكرة فاعلية البرامج بتاعتنا وإزاي بتقدر توصل، طبعا الشيخ مصطفى هو مسؤول يعني على مبادرة سؤال المعنية بقضية مواجهة الإلحاد والتطرف بشكل عام، لكن تساؤلي هنا الفاعلية بتاعتنا ازاي يعني نقدر نوصل بالجمهور بشكل اكبر في اطار خبرتك، كمان ازاي نقدر نعمل عملية المزج ما بين الدين والاخلاق. يعني دي اشكالية في الحقيقة انا بعتقد انه يعني مزدوجة اذا جاز تعبير، في جزء منها موجود في الخطاب وجزء منه في ادراكنا للخطاب. فازاي نقدر نعمل المزاوجة ما بين الدين والأخلاق، لأنه النهاردة في اللي طرحته أمل وعديد من الزملاء دكتورة أسماء وإنجي، الجيل الجديد هو بينظر لمفهوم الحرية والحقوق من منظور كلي، فبالتالي لو أنا هنا بديله خطاب بقول له في حدود هو ممكن يقبلها عن نفسه، بس بيدي للآخر حرية إنه يعمل اللي هو عايزه. فبالتالي انا فكرة الانضباط الاجتماعي اللي احنا بنتكلم عليها او السقف او كل ده، لكن لو انا قدرت اتبنى خطاب اخلاقي محمل داخله بالجزء الشرعي والجزء الديني ربما يكون اكثر فعالية في اطار خبرتك. انا يعني بطرح عليك السؤال. انا يعني افهم سؤال حضرتك كأنه المخاطب بهذا السؤال للمجتمع ولا بس المؤسسات الدينية او الدعوية او المسؤولين عن الخطاب الديني؟ المجتمع. لا انا من المجتمع ومن واقع خبرتك في انت كنت في يعني في دار الافتاء وايضا في مؤسسة، فاطار خبرتك وفي اطار يعني تخصصك الدقيق واهتمامك بهذه النوعية من القضايا، هل نقدر نتبنى ده؟ هل لو احنا تبنينا هذا الخطاب اللي هو فيه جزء فكري وفلسفي واخلاقي وداخله وفي عمقه هو الجزء الديني، هل ده ربما يكون اكثر جاذبية للشباب، اكثر جاذبية للتعامل، باعتبار ان احنا ربما نقدر يبقى عندنا في الاخر نموذج بنقدر نقدمه، سواء كان نموذج تنموي اخلاقي، لما عشان النموذج لازم يبقى نموذج متكامل في الحقيقة. والله يا دكتور هو تحدي صعب، يعني هل احنا نقدر؟ نظريا نقدر، بس هي المشكلة انه كأنه في انفصال عندنا ما بين الخطاب الديني او ما بين البرامج اللي احنا ممكن نقدمها للناس او للشباب وما بين النمط العام لللايف ستايل وللأفكار اللي بيحيا فيها اغلب الناس اللي في المجتمع. يعني كانت من ضمن المشاكل مثلا اللي انا بسأل فيها أو بدور فيها على إجابة فيما بعد 2011، أنه بدأت تحصل أو تظهر حالات كتير من حالات التفسخ الأخلاقي ما كناش شايفينها قبل كده، بدأت تظهر أسئلة كتير ما كانتش ظاهرة في المجتمع المصري حتى في المجتمعات المحافظة زي الصعيد. ولما بدأت مع بعض الأصدقاء أو مع بعض الدعاة إن احنا نحاول نفكر يعني في برنامج أو في مبادرة شبيهة باللي موجود دلوقتي مثلا في مبادرة سؤال أو في غيرها في المؤسسات الدينية، كان الإشكال اللي واجهنا أو الإجابة اللي واجهتنا إنه في شيء أهم من الخطاب وفي شيء أهم من الدليل، اللي كان بيسميه زمان المشايخ ما قبل الدليل، يعني الأرضية المجتمعية أو الأخلاقية اللي ممكن بناء عليها الخطاب الديني او برامج العمل يكون لها تأثير. بمعنى النهاردة لما بيطلع مثلا عدد من الشيوخ او الدعاة بيتكلموا على حقوق المرأة وعلى احترام المرأة وعلى وعلى وعلى، مهما تكلمنا مادام في انفصام على ارض الواقع في خلال التعامل اليومي بين الاب وبنته بين الاخ واخته الاعمال الدرامية والسينمائية، مش هيكون للخطاب ده الا تأثير بسيط جدا وقليل جدا. فلذلك انا شايف انه قد يكون نقطة البداية انه يكون في مجموعات عمل او حوارات مع كل المسؤولين عن تدعيم القيم الاخلاقية في المجتمع،
فخطأ كبير ان احنا نحمل ده مثلا المؤسسات الدينية او المسؤولين عن الخطاب الديني، في حين ان الاعلام والصحافة وغيرهم ماشيين في خط تاني تماما يعني. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا كلنا حتى لو كنا مختلفين كمؤسسات دينية، كمسؤولين عن اعلام، عن صحافة، كمسؤولين عن الانثروبولوجي والدراسات الاجتماعية، ان احنا نقعد في البداية نسمع بعض ونشوف احنا متفقين في ايه ومختلفين في ايه. لان احيانا احنا لما بنقعد نتكلم بنتصور ان احنا كلنا لينا نفس الفكر او لينا نفس الاتجاه. ولعل يعني في التجربة هنا في صالون طابة ان كانت من اكتر الثمرات لي او المميزات فيه انه مجموعة من الناس المختلفة فكريا بتعرف ان هي تقعد مع بعض وتتحاور، قد توصل لنتيجة او ما توصلش لنتيجة. فانا ارجو انه حالة زي الحالة دي تكون موجودة في المجتمع على صورة اكبر. اظن دي ممكن تبقى نقطة البداية، لكن عشان كده قلت لحضرتك انه التحدي صعب. مش هتهرب يا شيخ مصطفى، يعني في الراوند التاني هنقول عايزين حلول. طبعا انت طرحت فكرة الحوار، وطبعا دي بداية اي حل في الحياة، ان الناس تعرف ادراكاتها المتباينة وبالتالي تبتدي تستكشف المساحات المشتركة للبناء عليها. يعني دكتور محمد، انا يعني استاذ جامعة حلوان علاقات دولية، لكن انا مش هاخدك في العلاقات الدولية، لكن انا عايز يعني اطرح خبرتك في التعامل مع الشباب، عشان عايز اروح بعد كده لحسناء ممثلة الشباب في الصالون، كل السيدات طبعا شابات يعني، لكن انا عايز خبرتك في التعامل مع الشباب، وايضا من خلال طبعا يعني قراءاتك في العلاقات الدولية والنظام الدولي والواقع الفلسفي زي ما اتكلمت يمكن قبل ما حضرتك تيجي، في اشكاليات متعددة انعكاسه ده على الشباب زي انت بتشوفه، الادراك بتاع الطلاب في الجامعة النهاردة كيف يدركوا، مهتمين بادراك المشاكل دي، بيسعوا لفكرة زي ما احنا بنقول، وامل قالت انه عندهم منظور مختلف. يعني انا مش عايز اقيمهم اقول انه حلو ولا وحش، لكن هو لديه منظور مختلف، لديه منظور مختلف للدولة، للمجتمع، لمفهوم الحرية، لمفهوم الحقوق. فبالتالي هل احنا الكلام اللي احنا بنقوله ده انت لامسه في تفاعلك ولا؟ في البداية طبعا انا يعني عايز اشكر حضرتك في المقام الاول دكتور ايمن، واشكر الحضور كلهم، للحين انا مستمتع بالحوار ومستمتع بالمشاركات المختلفة اللي يمكن من مجموعة من الافكار والتصورات والاتجاهات المختلفة لمفهوم السلام المجتمعي. الحقيقة هو موضوع في غاية الاهمية، بيطرح في يعني في توقيت مهم كمان، لان احنا بنتكلم على مفاهيم مختلفة. يمكن دكتور دريس يمكن طرح الحقيقة مجموعة يعني افكار، الحقيقة انا سعيدت بها جدا، يمكن انا كنت سعيدت ان انا جيت في التوقيت ده. لكن انا هاخد من سؤال حضرتك، لان انا يعني يمكن ليا كذا نقطة وتعقيب مع الدكتور ادريس ومع الحضور الحقيقة، لان يمكن ما طرحته دكتورة امل او حتى الاستاذة انجي او يعني دكتورة اسماء، دكتورة إنجي أوكي أنا آسف، الدكتورة إنجي ودكتورة أسماء كلها الحقيقة أفكار مرتبطة بمفهوم يعني محورين رئيسيين، هو علاقة التعليم بالسلام المجتمعي والإعلام والسلام المجتمعي. لأن أنت ما نقدرش نتكلم، مش هنظر كتير في المفهوم اللي يمكن نتكلم عنه يعني كثير من الـ يعني المشاركين اليوم، لكن الحقيقة مفهوم التعليم والحضرتك بتقول ما نلمسه من الشباب. دكتورة أمل طرحت نقطة وقالت أن الموضوع مش مرتبط فقط ب خطاب بايدن اللي اتكلم عليه دكتور ادريس فيما يتعلق ب يعني التحول او ضحاله الخطاب الامريكي في الفتره الاخيره وتدنيه او غيره. الحقيقه انا شايف ان احنا نتاج مرحله طويله من المجتمع المعولم في النظام الدولي، والحقيقه النظام التعليمي هو جزء من ده، لان احنا اصبحنا مشفق على الشباب لاكثر من سبب، هو نتيجه المشاكل المجتمعيه الداخليه وفي نفس الوقت الضغوط الدوليه. يعني الشاب دلوقتي عنده مجموعه فرص اكتر، لان ما كانتش مطروحه عند اجيال سابقه بالتاكيد، الفرص المرتبطه بحجم المعرفه والمعلومه وبالتالي قدرته على التعامل والنفاذيه مع المجتمع الخارجي اكبر بشكل كبير جدا. انا كنت يعني متصور، انا كنت اصغر مرحله في مرحله الشباب دي، من ما كنت في مرحله ثانوي او في جامعه
قدرة الشخص عشان يتواصل مع الخارج ما كانتش بنفس دلوقتي، ما كانش لسه في سوشيال ميديا عشان ابقى صريح يعني. نفس الوقت التحديات، الشاب دلوقتي ما عندوش نفس التحديات السابقة، قدرة التنافسية العالية، حجم التحديات المادية نفسها المجتمعية الموجودة عند الشاب. فأصبحت الشاب دلوقتي واحنا بنقعد معاه كطالب في الجامعة ما بقتش نفس القيم السابقة، هو في حالة من حالات التشتت الذهني، هو عايز يعمل ايه دلوقتي؟ احنا عايزين نخليه يبقى عنده مجموعة افكار ومعرفة مرتبطة بمجال معين من التعليم، وفي نفس الوقت هو مشتت في اكتر من اتجاه، ما بنقدرش في الاخر نعمل توازن. لان يمكن ما طرحته الدكتورة انجي ما قالت ان يمكن دلوقتي في طلبة في ابتدائي وعندهم 9 سنين او whatever ما عندهمش قدرة على القراءة والكتابة. انا اسف انا ممكن اقول لحضرتك ممكن في مرحلة ثانوي وجامعة كمان. الحقيقة دي فجاعة كبرى، قدرة التعليم ما بقاش المستوى ان احنا نقدر نقول، حتى النظام الحديث مع احترامي يمكن احنا في سيزون او في موسم الثانوية العامة وحضرتكم تعلموا ده، يعني ان النظام الحديث في الثانوية العامة مع ما يحمله من مجموعة من الايجابيات هو بيحمل كثير من السلبيات، لان انا هخرج طالب ما عندوش قدرة، وحضرتكم طبعا تعلموا جيدا ما عندوش قدرة على التعامل او التعاطي مع مفهوم التعبير عن الذات. كل قيمه دلوقتي مرتبطة بالامتحانات الحديثة اللي هو الام سي كيو او اللي هو البابل شيتس او نسميها زي ما احنا عايزين، اللي هو فكرة عارف او مش عارف، قول ده واختار او تفر يعني. فباختصار اصبح مفهوم التعليم امام مفهوم تحدي كبير بحل بالصدفة. فأصبحت فكرة التعليم مرتبطة بتحدي كبير لفكرة ان انا ما عنديش القدرة على التعامل مع تحديات النظام العالمي، اللي انا برضو مش عايز اخش في العلاقات الدولية، لكن النظام العالمي فرض عليا ده، لان ده نظام مستحدث من الخارج، واصبحنا في اطار كوفيد 19 بقى، والنظام كله بدا يقولوا ان احنا لازم نواكب الغرب في نظام التعليمي، فاصبحنا ده جزء من الفرضية دي. مش عايز اطيل كثيرا، لكن تحديات السلام المجتمعي والتعليم، التعليم جزء رئيسي في ده، لان يمكن اطروحات كثيره جدا مع حضرتك واحنا كنا بنتناقش اكتر مره، احنا عندنا غياب لمشروع على المستوى الثقافي والتعليمي قومي نقدر نواجه بيه ده، دي رقم واحد. نقطه رقم اتنين والاعلام، وانا مش اصيل كثيرا في التعليم، والتعليم ده ليه يعني يعني مقالات كثيره، لكن فيما يتعلق بالاعلام، الاعلام ده يعني دي شق مرتبط بالثقافه، ويعني نتحدث بلا حرج بقى ما يحدث من الاعلام. الاعلام الحقيقه يمكن حضراتكم اشرتوا في اطار مجموعه من يعني من الاشارات في حادثة المنصورة او غيرها، لكن احنا الاعلام انا عايز يعني اقول ان الاعلام دلوقتي بيضخم بعض الاحداث، عشان مثلا نتكلم منطقية، الحوادث دي موجودة من سنين طويلة، فكرة ان في حوادث باشكال قد تكون اكثر فجاعة من ده موجودة من سنين طويلة، لكن ما كانش موجود سوشيال ميديا، ما كانش موجود اعلام بيعمل نوع من انواع فوكس او التركيز على كل حاجه بتحصل، ما كانش فيه تركيز على فكره ان دلوقتي في واحد رمى نفسه مش عارف في المنصوره، واحد رمى نفسه مش عارف في الاليوبيه. الاعلام اللي خلى دلوقتي المنطقه العربيه، كنت اتكلم على حجم الحوادث الموجوده في مصر، وبدات قنوات حضراتكم تعلموا جيدا ان في بعض القنوات اللي موجهه بدات تقول هو ايه الوضع المجتمعي في مصر، حضراتكم تسمعوا ده، هو ليه الحوادث دي ظهرت في التوقيت ده، لان احنا الحقيقة اللي خلقنا الالة الاعلامية اللي بدأت تركز قوي على فكرة الوضع ده، وان ده برضو فكرة زي ما طرحنا فكرة عولمة الاعلام، لان عولمة الاعلام معلش اسف بايدن مش هو السبب في ده، لان الفكرة ومش فكرة، لو طرحنا للأستاذ امل لو طرحنا على الشباب سؤال هو ايه رأيك فيما يتعلق بمشكلة المثليين في مصر، لان انا اسف ده انا اقدر اقول لحضرتك ان فكرة ديزني لاند عاملة افلام فيما يتعلق للطفل العالمي في مصر وفي الدول العربية، بتوجه له خطاب ما يتعلق ان المثلية دي حاجة عادية. فبالتالي احنا قدام خطر اكبر لمفهوم العولمة برضو، ان احنا ربطنا نفسنا باطار كبير للاعلام في اطار يعني افلام اللي موجهة للطفل المصري او للطفل العربي بشكل عام، اصبحت بتخاطب فكره بيتعارض مع القيم الموجودة داخليا، وده خطر كبير جدا لفكرة السلام المجتمعي. لان يعني احنا بعد 4-5 سنين او ممكن اقل
ممكن نواجه ببعض الأطفال أو ممكن بقى ممكن يتكلموا عفوا يعني بحرية مطلقة في على هذه الأفكار وإحنا ما نقدرش نعارضهم. شربع دلوقتي متفائل. أنا بتكلم حتى في إطار ما يحدث حاليا. أنا ما عندي أكثر انتشارا القدرة على الانتشار دلوقتي والنفاذية بقت عالية جدا زي ما أشرت ومفهوم العولمة. لأن معلش أنا مش هصير كثير, أنا عارف أنا يمكن طولت شوية في الجزئية دي. أنا يمكن عايز أرد على الجزئية أشار ليها دكتور إدريس فيما يتعلق ب يعني صراعات القيم النظام الدولي وارتباطها بتحولات النظام الدولي. هو طرح النقطة دي, أنا سعيد جدا بده على اعتبار أن في قيم جديدة هتطرح. انا عارف ان يعني القيم الغربية يعني عملت ضغوط كبيرة جدا على المجتمعات العالمية, وضعت ان كل الناس عندها شغف ان استحداث قيم جديدة. لكن اقدر اقول ان ده في صعوبة بمكان في الوقت الحالي. التمكن الغربي الامريكي فيما يتعلق بالقيم في الفترة الاخيرة قوي, وده يمكن يبتبرزه الازمة الاخيرة. لأن أنا وجهة نظري أن في نوع من أنواع الـ نقول عدم الرشادة البوتينية في التعامل مع صراع دولي بتحكمه قيم غربية لا زالت حتى وقتنا الحالي غربية في مجال القيم والمجال الاقتصادي كمان. لأن احنا بنتكلم على نقطة مهمة جدا, أن لا زالت كل المؤسسات الإعلامية مؤسسات أمريكية عفوا, كل مؤسسات القيم اللي بتصدر لكل الدول في العالم لا زالت مؤسسات أمريكية غربية. فقدرة نفاذية روسيا والصين للنظام الدولي بهذه القيم بعيدة الأمد. ده في تصوري يعني, ده يعني أنا ما أعتقدش في خلال الخمس أو عشر سنين القادمة نستطيع ده. والتجربة المثلى في هذا الأمر هي فكرة الحرب الباردة. في ظل وجود قيم يعني اشتراكية سوفيتية مقابلة للقيم الغربية, لم تفلح أو لم يستطيع النموذج السوفيتي أنه يفرض نفسه على قيم النظام الدولي. في بعض, لكن نفاذيته ما كانش بالقدرة الغربية في التعامل مع هذه القيم. فأصبح الجانب الغرب الأمريكي عنده نجاح في هذه التجربة وعنده قدرة على التعامل مع هذه التجربة. النقطة الأخيرة اللي أنا آسف على الإطالة لكن بطرحها, هو لماذا نتحدث عن مفهوم السلام المجتمعي المفهوم العالمي؟ لأن احنا جزء من هذا الإطار. لأن مفهوم العولمة بيطرح ان انا ما اقدرش اتكلم على السلام المجتمعي العراقي المصري اليمني الجنوب افريقي البتسواني التنزاني البرازيلي الارجنتيني. اصبحنا امام يعني مفهوم السلام المجتمعي مفهوم اكبر من ده, لان ما كانش مطروح ده سابقا لكن اصبح مطروح حاليا. عفوا الاطاله وشكرا. شكرا جزيلا دكتور محمد. يعني هنقل الكلمه للاستاذ محمد مشهور, هو مسؤول الاتصال في التواصل في مؤسسة طابة, ويعني ماجستير بتاعه من فرنسا, وعنده خبرة في الحقيقة كبيرة جدا حوالين فكرة الإعلام نفسه, وبالتالي مع افتقادنا للبديل اللي نقدر نقدمه انه يكون نموذج يعني يرشد الثقافة الغربية والنموذج الغربي بآلاته الإعلامية الضخمة. لانه برضو انا رايي طبعا اللي طرحه دكتور محمد, سواء يعني فكره انه في بديل اسيوي بثقافه اخرى, ما هو ده هيحطنا في مفرمه بين الاثنين في الحقيقه, او يعني هنبقى بين شقي الراحة. لانه طول ما احنا مش قادرين نقدم النموذج بتاعنا هنظل في هذا الوضع. ف شايف الواقع الحالي ازاي من منظور الإعلام أولا والسوشيال ميديا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد السقاف, مدير التواصل والعلاقات في مؤسسة طابة. شكرا لحضوركم وشكرا للمساحة في المشاركة في الصالون بين الأساتذة والأخوات الفاضلات. يعني الموضوع ذو شجون زي ما يقولوا, يجر بعضه بعضا. حقيقة طرحته عدد من المواضيع الكبيرة والهامة. بتكلم من شق من تجربة شخصية كأب وعايش في هذا الواقع, وشق آخر اللي هو ما بين البحث والقراءة والاطلاع. البارحة أو قبل البارحة حضرت فيلم في السينما, فيلم تصنيفه جي, وجي كما لا يخفاكم تصنيف الأطفال اللي هو الجينيريشن الأساسي في الأفلام.
والفيلم بيتكلم عن فيلم ومسلسل من اللي يحبوه الأطفال اللي هو اسمه جوراسيك وورلد اللي هو عالم الديناصورات، واللي طبعا ملاحظ في السنوات الأخيرة بيزيد زخم الإعلامي على موضوع الديناصورات وهذا العالم وأنه لما وراءها. الشاهد في الأمر أنه تصنيف جي في السينما، والقضايا اللي بيتداولها الفيلم هي قضايا لدكاترة وفلاسفة ومفكرين وباحثين. نتكلم على التعديل الجينوم الجين، وعلى أنه كيف ممكن أنه لنا الحق أنه إحنا نغير في جينات المولود عشان نحافظ على نحميه من المشكلة اللي كانت عند والديه. هذه الأولى. الثانية أنه طالما إحنا قادرين نغير في الجين فإحنا بالتالي قادرين أنه إحنا يعني نحضر مولود من غير أب ويكفي من أمه فقط. والتجربة نجحت مع الديناصور اللي هو اسمه كان بلو، وبالتالي أصبح العالمة اللي عملت هذا الابتكار عملتها على نفسها، وبالتالي جابت البنت اللي هي بطلة المسلسل أو بطلة الفيلم. بعدها كيف فكرة الموريات والميتافيزيقيا والسؤال عن عوالم موازية، والفكرة اللي ذكرتها أو ذكرها أحد الحاضرين في فكرة الدكتورة إنجي في فكرة العوالم الموازية، إنهم عايشين في عالم منعزل في صومعة كبيرة من الحضارة والتكنولوجيا والمعامل والمختبرات، أعلى الكفاءات هم ذاكرين هذا بشكل واضح، وحتى عاملين إسقاطات على أنه نفس الشخص اللي هو ماسك هذا المكان وكأنه نفس السايل ستيف جوبز ولكن بشكل مختلف حتى ما تكون فيه تخاطعات. الشاهد في الموضوع أنه أنا كشخص في 40 حاضر هذا الفيلم، وفي مشاهد عنيفة من الديناصورات ولكنها لا تمس الرقابة اللي تجعله يصعد من جي إلى بي جي اللي هو الفئة العمرية الأعلى أو 13 بذكاء وحرفية، وفي نفس القاعة حاضرين أطفال 6 سنين و5 سنين. هل هذا نوع من السلام الاجتماعي والمجتمعي تقديم هذه المادة بهذه الطريقة؟ وقبلها في فيلم آخر طبعا في مشهد يتعلق بالشواذ دون شك، اللي هو أنه بطل الفيلم وبيتكلم في لقطة بسيطة جدا، بطل الفيلم بيتكلم على أنه هو راح ينقذ زوجته وفي واحدة بتساعده طيارة سابقة، فبتقول له هل أنت تحبها؟ فبيقول نعم، فيقول أنا كذلك أعشق هذا الصنف من السيدات بما معنى العبارة. فذي 10 ثواني فقط، بعض اللقطات من هذا النوع. فيلم آخر قبله بيومين تفرجت عليه يتعلق بالميتافيرس اللي هو تبع مارفل دكتور سترينج، ويتكلم على أنه بطلة الفيلم الجديدة اسمها أمريكا، وطبعا الرمزية في الموضوع وكل التفاصيل اللي فيها، ولكن في لقطة من لقطات شاهد بالذكر أنه بتقول أنه حصل مشكلة بسبب قوتها الخارقة أنه والديها فقدتهم لأنها لا تستطيع التحكم فيها، وجابوا المشهد في 30 ثانية والديها عبارة عن امرأتين، 30 ثانية فقط كانت كافية. وطبعا الكلام على الميتافيزيقيا وهي أنه الإنسان ممكن يعيش في عوالم مختلفة ويكون نسخة منه هناك أفضل، وكل هذه التفاصيل. نعود إلى التعليم وعلى السوبر هيرو. في الصف الخامس الابتدائي في مدرسة مطلوب منه مشروع عن في الإنجليش SS اللي هو Social Study، يكتب عن سوبر هيرو أو God أو شخصية من خياله وتكون مرتبطة بالعصر الروماني. فلما جيت اتناقش معه فأقول له أنه يعني حتكتب عن أي واحد، يقول ممكن أكتب عن قد فكرة حلوة. فأقول له بس أنت عارف أنه هذا مش صح؟ يقول لي أنا عارف أنه هو في الله واحد بس، ولكن حلوة الفكرة. لأنه قد هنا موجود فين؟ موجود في الببجي، موجود في الفورتنايت، وهو عبارة عن تصنيف من القوة الخارقة ليس أكثر. فهذا في التعليم اللي نعتبر، فهل أنا عمل رقابة على الإعلام ولا رقابة الآن على التعليم في البيت؟ بعض الدروس اللي موجودة تتكلم على التوليرنس في الصف الثالث ابتدائي، وبعد التوليرنس بيتكلموا على أنه 1 2 3 وبعدها حاجة اسمها أكسبتنس إس بيتر ذان توليرنس. فإحنا الآن بمهد من 9 سنين لهالموضوع لنوع مختلف من السلام المجتمع اللي بيتكلم عليه الدكتور انه بلغة الآخر. الحديث ذو شجون، وانا بتكلم من الواقع من اليوميات. المتشائم من ناحية التوحش الموجود لانه اصبحت التكنولوجيا اللي ذكرها الدكتور عنيفة جدا وسريعة جدا. وبرجع مرة ثانية للأطفال اللي كان بيتفرج على انمي في الثمانينات
اللي هو كابتن ماجد وجراندايزر وكل هذه الأنواع وأبطال الملاعب اليابانية اللي جت منافسة، أو حتى الأمريكية اللي في هذه الفترة اللي في الخمسينات، حتى ميكي وإلى آخره. اليوم الطفل اللي حاب يتفرج هذا النوع لابد تعمل له بلاي سبيد مرتين، ضعف السرعة عشان يقدر يواكب السرعة الموجودة في الفيلم كرتون اللي هو بيتفرج عليها. ولو حابين تعملوا هذه التجربة ممكن تشغلوا أي نوع من أفلام كرتون الحديثة ولكن بدون صوت، وتشوفوا السرعة في التنقلات والقفزات المزعجة. أشاهد في الموضوع التوحش، نعم موجود، العنف الغريب جدا الموجود عند الأطفال، الأنجر إيشوش الموجودة. متفائل من ناحية ثانية في موضوع القيم، أعتبر أنه كوفيد 19 كانت هدية ربانية للمنطقة بشكل خاص من حيث إبراز دورها ووجودها الحقيقي. لم تتعامل دول العالم في التعامل مع الأزمة اجتماعيا مثل ما تعاملت دول المنطقة العربية، مصر، الإمارات، السعودية وعدد من الدول الأخرى اللي احتوت الأزمة مجتمعيا. أبرزت القيم، الشهامة، التضامن الاجتماعي وإلى آخره. في الوقت اللي كانت سفارات دول زي السفارة البريطانية في الكويت لما سألها بريطاني على تويتر كيف ممكن نعمل في الأزمة عشان أسافر، فقالوا تقدر تلجأ إلى بيت الزكاة في الكويت أو جهة أخرى مسيحية ما أذكر اسمها في الكويت ممكن تساعدك وتدعمك فيه. دولة أخرى أخذت الناس وأجلتهم من بلدانهم، وأول ما وصلوا كتبوهم إيصالات بحيث أنها تخصم من تضامنهم الاجتماعي أو إلى آخره. فاعتبر أن كورونا أو كوفيد 19 كانت هدية، ولكن مثلها مثل أي قصة لا يتم الاستفادة منها أو لا يتم توظيفها بعد ذلك، لأنه لا نزال نتكلم بلغة الآخر ونفكر ماذا يريد الآخر. وهذا بيعيدني إلى النقطة أحب أختم بها لأن أطلت، اللي هي اللغة، موضوع الهوية اللي كان ذكره. صحيح أنه مجالي في السوشيال ميديا والرصد اليومي، ولكن دراستي كانت في تحليل منظمات والأفراد، سايكوناليسيس وسايكو كلينيكال أورغانيزيشنز. وكان المساحة اللي فتحت لي، وهذا يرجع للتعليم، أنه كانت مشرفة رسالة الماجستير منفتحة بطريقة أنها تقبلت أن تكون رسالة عن كيف ممكن تعمل اللغة العربية كمحرك لمنظومة الإنسان المسلم، يعني كأنه مؤسسة زي ما يقولوا كيف أنه يشتغل سويتش أون وسويتش أوف إذا اللغة العربية كانت شغالة ومش شغالة، وكانت معتمدة على فلسفة الأخلاق. فاللغة هي المفتاح برأيي، ولكن في تحدي كبير ما بين أنه أنا أتكلم بأي مستوى، مستوى اللغة العربية لأبناء الحاليين. يعني لما جينا نقول الغضب على سبيل المثال، أحب أعلم الإبن الغضب، فالغضب دلالته في اللغة العربية له ثلاثة دلالات بعيدة حتى عن التعريف: دلالة الثور الهائج، دلالة اللون الأحمر القاني، ودلالة أو أربعة، ودلالة الصخرة الصماء. فهذا النوع من الخيال الإيماجينيشن ممكن يغير، ولكن كم راح يحتاج أنه هو يدخل إلى ذهن الطفل عشان يبدأ يجسد معنى النسخ. لما يقول ينسخ الكتاب كانوا نسخون، هي مأخوذة من خلية النحل لما بتنسخ النحل من خلية الأخرى، فكان العلم اللي بينسخ من كتاب إلى كتاب وكأنه مثل العسل. فالصورة الذهنية الوجدانية هذه مفقودة، ضائعة، مشوهة. أعتقد أنه في حاجة إلى عمل الراوي لما يقولوا يروي الحديث أو يروي الحكاية، لأنه كأنه الناس عطشة ضمأ وبالتالي يسقيهم ماء. هذا النوع من التكوين للأجيال لعله قد يكون واحد من مفاتيح الحلول. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ محمد. أنا أعتقد يعني تخطينا ما بين فكرة النفاذ وتغيير جيل وإيجاد جيل، فنتجاوز بيه فكرة الصدام اللي كان زمان بنتكلم على الصدام الحضاري، فهو تجاوز زي ما قلنا فكرة المجتمع وفكرة الدولة إلى أنه يتفاعل مباشرة مع المواطن اللي موجود أيا كان منطقة الوجود بتاعته. لكن يعني أعتقد أنه النقطة اللي أنت أشرت ليها وهي فعلا نقطة مهمة، لها فكرة التفاؤل في إطار معالجة أزمة كورونا والقيم اللي موجودة، لكن هي إزاي بقى نقدر نحطها في إطار سياق أعمق. يعني هروح لحسناء. حسناء تمام، هي مهتمية بدراسات السلام،
وهي باحثة شابة، فعايزك تقول لنا من المنظورين، من الدراسات بتاعتك ومن رؤيتك كشابة لهذه القضايا ومجمل ما تم طرحه، عشان بعد كده نروح للدكتور فؤاد. شكرا جدا لحضرتك على الفرصة دي وعلى الجمع الكريم ده، وشكرا لقناة التواصل عبر الأجيال دي، ونتمنى أنها تكون فعالة وأن احنا نستفيد من المزايا النسبية اللي ما بيننا. أنا أول حاجة عايزة أرجع لها فكرة المفهوم نفسه. مبدئيا احنا مع يعني كمجتمع، أو لما نيجي نتكلم عن فكرة السلام الاجتماعي، هو مصطلح واسع جدا، ويعني ممكن أستشهد بفكرة بالساعة بتاعته، أن احنا كحضور لو سألنا كل حد فينا ايه مفهوم السلام الاجتماعي أو المجتمعي، هنلاقي تعريفات مختلفة جدا. فلما نيجي نتكلم كمان عن فكرة السلام الاجتماعي العربي، وده إطار أوسع، هنبقى محتاجين ان احنا نكون اكثر تحديدا. فاحنا كعرب على الرغم من اننا فينا قواسم مشتركة، لكن احنا عندنا تنوع فعلي. فاعتقد ان حالة السلام المجتمعي، او عشان نوصل المجتمع المصري او الدولة المصرية لحالة سلام مجتمعي، هتكون محتاجة احتياجات وبرنامج عمل إزجاز التعبير، غير اللي هيحتاجه المجتمع العراقي، غير اللي هيحتاجه المجتمع اليمني. فإحنا لما بنتكلم عن السلام الاجتماعي علشان نوصل لمستوى الإفادة الحقيقية، فإننا محتاجين أول حاجة نبقى واقفين على أرضية ثابتة من تعريف السلام الاجتماعي، واقفين على أرضية ثابتة من احتياجات كل مجتمع من السلام الاجتماعي. أنا مش عايزة يعني أكون بعبر قدر من المغالاة، لكن حقيقة حتى جوا المجتمع الواحد اللي هيحتاجه المواطن اللي عايش في العاصمة في مصر علشان يعزز السلام المجتمعي، غير اللي يحتاجه في الأقاليم، غير اللي يحتاجه في المنطقة الحدودية. والحقيقة دي ممكن تبقى مدخل كويس لفكرة دراسات السلام، بينما نحن نقع في العلم ده اجتماعي ولا سياسي ولا علاقات دولية ولا ليه بعد إعلامي، احنا مقصرين في حق نفسنا وفي حق احتياج المجتمع بتاعنا، وإننا مش مسلطين الضوء على إن في مجال وعلم باقتراباته وعلم جاهز وبقاله 70 سنة اسمه دراسات السلام والصراع. التركيز على العلم ده أول حاجة هيدينا النموذج المتكامل اللي كان الدكتور بيتكلم عنه، بيعالج إشكالية المفاهيم المتداخلة. طب إحنا سلم اجتماعي ولا سلم دولي ولا سلم فردي؟ تالت حاجة هيدينا اقتراب مناسب للمجتمع وله آليات تطبيق خاصة مع السياق بتاعه. فازاي يعني يبقى في علم عندنا اوريدي واحنا لسه واقعين في منطقه الاجتهادات؟ احنا مش محتاجين اجتهاد قد ما احنا محتاجين ان احنا نتعلم العلم ده وندرسه. الحقيقه ان غياب فكره دراسات السلام والصراع عن المنطقه العربيه بالتحديد، ده ممكن يبقى العثره الكبيره جدا ان احنا بنواجهها. يعني انا مش متخيله ان احنا لسه بنجتهد، وهو في علم، في علم قابل للتطبيق وقابل للبناء عليه، ويمكننا الموائمه بما يناسب احتياجات مجتمعنا واحتياجات المنطقه بتاعتنا ونبني عليه. ليه هنبدا من البدايه احنا مش محتاجين ده؟ تاني حاجه يمكن اتكلم عليها فكره المؤسساتيه. المؤسساتيه في حاجتين، في الحاجه الاولى الخاصه بالعلم، علم دراسات السلام والصراع، والمؤسسات والمؤسساتيه في التطبيق. لما اجي اتكلم على المؤسساتيه في علم دراسات السلام والصراع، فانا فاشد الاحتياج ان تكون في مؤسسه ان لم تكن يعني مصريه، او ان لم تكن في دوله ما، على الاقل تبقى عربيه متبنيه، المتبنيه العلم ده بتطبق بتطلع الاقترابات المناسبه لكل دوله، و اللي بناء عليها هنقدر نبني وننطلق. الحاجة التانية المؤسساتية في ان تكون في مؤسسة بعينها قائمة على تبني فكرة عمل السلام. هو في مجهودات بتتعمل، في مجهودات بتتعمل، ومن بعد 2011 لحد دلوقتي، وفي برامج، في برامج لها اقتراب يعني اسلامي او دعوي، في برامج لها اقتراب اعلامي، فيها في برامج لها اقتراب جندري وبحثي، لكن في الاخر كل البرامج دي يا اما بتشتغل في سياقات منفصله والمده محدده ومش تحت مؤسسه كبيره، فبالتالي احنا مش قادرين ان احنا نبني عليها ولا اننا نستفاد منها، واننا واقعين في فكره انها بتبقى نقاط في بحر يعني مش عارفين نبني عليها باي شكل، لانها مش متصله. وحتى اللي بيشتغلوا في البرامج دي بيشتغلوا في جزر منعزله، كل حد بياخد الاقتراب بتاعه الخاص بده. حاجة تانية ان البرامج دي مرتبطة بفكرة ان احنا اصلا بناخدها من نموذج هو مش بتاعنا.
انا مش بقول ان النموذج ده مش مناسب، يعني مش مناسب خالص، بس هو بدرجه ما في نموذج افضل. على سبيل المثال الاجنده الخاصه بمجلس الامن واللي شائع الجلسات عليها والاجتماعات، تمام ما فيش مشكله، لكن هل هي بصفه كامله هي مناسبه لواقع المراه المصريه؟ دكتور امل تجاوبني على ده. اعتقد انها مش مناسبه، لان في احتياجات تانية للمرأة غير الاحتياجات اللي طلعت منها اجندة المجلس. احتياجات الشباب اللي تطلع من مجلس الامم غير احتياجات الواقع، يعني مش معبر عن الواقع بشكل كافي. تالت حاجة ان احنا في فجوة كبيرة جدا جدا ما بين الممارسة والتطبيق. يعني اعتقد من جميع الجلوس يعني مفيش حد بيشتغل ممارساتي او ارض فعلي، فاحنا نفسنا على الرغم من حداثة الموضوع وبنناقشه، بس دكتور انا في الشيخ مصطفى جنبك قاعد بيسال. لا معذرة دكتور مصطفى، لكن مفيش كل المجموعة فيها شغالة على الفيلد كويس في الحقيقة، بس زي ما انت قلتي هو فكره ان الجهود دي قد ايه هي يعني منفصله، يعني مش مجمعه، وانه فكره الفاعليه محتاجين ناس. دي حقيقه. فبالتالي اعتقد ان كمان الشواهد بتاعه المجتمع، سواء الحوادث والعنف اللي بدات تظهر وبدات الناس تتكلم عن حوادث عنف مشابهه، والسياق الخاص بالتغيرات الدوليه، ده بيجبرنا ان احنا نقف على ارضيه ثابته ونأصل لمفهوم السلام من وجهه نظرنا. ده هيخلينا اكثر صلابه في مواجهه التغيرات دي. شكرا جزيلا حسناء. يعني اعتقد انت يعني في الحقيقة بتخلينا يعني مهدتنا الطريق كده عشان نروح للدكتور فؤاد السعيد ونطرح عليه السؤال اللي هو المفصلي عشان نبتدي يعني مع الحلول. فهو هيربط بين التحديات اللي احنا قلناها وبين فكرة انه الحل ده هل ممكن يكون عندنا نموذج ونموذج بديل نقدر نقدمه مرتبط بالخصوصية بتاعتنا بالقيم بتاعتنا، يقدر يكون فعال في مواجهة العولمة وإشكالياتها، معبر عن القيم بتاعتنا وخصوصيتنا، وخصوصا مع التحديات اللي احنا قلنا عليها، سواء كانت تحديات مرتبطة بتشوه النموذج التنموي أو بالفجوة الجيلية أو بال يعني التعدد الثقافي والعرقي والإثني اللي موجود في المجتمعات العربية. تفضل دكتور. طيب يعني أنا الحقيقة سعيد إن أنا بحضر النهاردة في المكان اللي بعتز بيه ده، بعد فترة كده يعني بعض الانشغالات خلتني ما احضرش، وبالتالي يمكن حاسس برضو موجود عدد من الوجوه الجديدة اللي اول مره بتهدر، وحاسس ومنهم اصدقاء زي انجي وبعض الزملاء ان عندهم حاله من عدم السلام الاجتماعي بخصوص اجواء الجلسه. ودي فرصه بس يعني اتكلم في دقيقه واحده عن ايه اللي بيميز المكان هنا الحقيقه، يعني الزملاء من الباحثين معتادين وأساتذتنا وزملائنا على جلسات علمية متخصصة، وبالتالي فنقطة واحدة من ضمن 50 نقطة مثلا رصدتهم أنا اتقالوا في الجلسة دي ممكن تبقى موضوع جلسة كاملة أو جلسات كاملة أو مؤتمر كامل في البتاع. النقطة المتخصصة دي أو الورقة المتخصصة الدقيقة دي ما بتجيش الحقيقة إلا بعد تفتيح الموضوعات في مثل هذه الصالونات الثقافية المميزة اللي بتحتاج عقليات موسوعية. يعني دكتور أيمن الحقيقة شخصيا ودايما يدعو يعني ناس من نوعيات معينة لديها يعني منظورات موسوعية تقدر تتناول تعمل فرشة واسعة كده للموضوعات، وحتى ده متعمد. يمكن الدعوة اللي وصلت لحضراتكم بتلاقوا كده يعني الشيء المحدد فيها هو السلام الاجتماعي. طب هل بنقصد بيه المجتمعات اللي بتعاني صراعات إثنية أو قومية أو ثقافية مسلحة أو غير مسلحة، وده مجال للدراسات في علم السياسة، ولا تقصد السلام الاجتماعي بمعنى عدم الاستقرار في مجتمعات لا تواجه مشكلات الانقسام الإثني واللغوي والديني والمذهبي وبتاع زي المجتمع المصري كده، لكن عندها مشاكل سلام.
بتلاقوا ان الدعوات جايه كده ايه، طب يا جماعه ما فيش شويه تفاصيل؟ لا، متعمد انه ما يكونش فيه تفاصيل قوي، بحيث ده بيدي فرصه للرؤى الاول اللي بعد شهور كل واحد بياخد جزئيه يغوص فيها ويعمل اوراق متخصصه. ودي ميزه الحقيقه، وده افتقدناه يمكن في مصر وفي كتير من المجتمعات والعواصم العربيه. ولذلك يعني احنا النهارده ممكن نقول ان اتفتح كلام حوالين مناطق بحثيه متعدده. اولا كان في كلام على المجتمعات اللي بتعاني من درجه من درجات انعدام السلام الاجتماعي بشكل هيكلي او بنيوي، بمعنى انه يتعلق بطبيعه او تركيبه او بنيه هذا المجتمع. البنيه الاساسيه للمجتمع العراقي على سبيل المثال هي بنيه تتضمن تعدد اثني لغوي مذهبي الى اخره، ودي في تاريخ الحالة دي في مجتمعاتنا العربية كانت دايما مش متشافة قوي إلا لأصحابها اللي بيعانوا بسببها. ولذلك احنا كلنا بعد الغزوات المتعددة على المستوى الدولي للعراق وانتهاء باحتلال العراق، احنا يمكن كمصريين عرفنا التعدد الاثني القومي المذهبي كذا في بلد زي العراق فقط من القنوات التلفزيونية. فجأة بعد الغزو والانقسامات الحادة اللي حصلت داخل الشقيق اللي له تاريخ عريق العراق، فوجئنا بقنوات فضائية غريبة بتظهر من كل لغة ومن كل مذهب ومن كل، يعني احنا عرفنا بهذا التعدد في هذا المجتمع. احنا نعرف العراق الحضارة الكبيرة المجتمع الكبير، فطالما احنا في مثل هذه الجلسات مش بنغوص في التفاصيل لكن بنحط ايدنا على اهم نقطة تقريبا مفصلية في كل موضوع من الموضوعات، فاجي في النقطة دي اقول ايه الخلاصة. الخلاصة انه النظرية القديمة اللي سادت المجتمعات العربية الكبيرة بالذات، يعني مصر، العراق، سوريا، الجزائر، المغرب الى اخره، نظرية البوتقة الوطنية اللي بتفرض ثقافة وطنية معينة تصبح هي الثقافة الرسمية الأساسية الشائعة في المجتمع، ويتم تهميش التكوينات الثقافية والإثنية والمذهبية، يتم تهميشها لدرجة إنها ما تبقاش ظاهرة على الصورة، يعني لا ليها مدارس تعلم لغتها ولا ليها إعلام يعبر عنها ولا ليها مشاركة في السلطة السياسية في البرلمان أو غيره بشكل يجعلها تستطيع التعبير عن مطالبها السياسية، ويتم قمعها في بعض الفترات. وبالتالي أنا ما أجي صحيح الغزو هو اللي واكب في تصوري أنا ظهور هذه التعدديات، لكن مش هو اللي خلقها، هي موجودة أصلا وهي ظهرت مع الغزو الأمريكي للعراق، لأن الموضوع بدا كأن هناك يد خارجية جات وكشفت الغطاء عن إناء بيغلي بالصراعات، ما كانش حد سامع صوت الغليان ده ولا شايف الموضوع. ودي قد تكون ميزة تاريخية، يعني لابد القشة التي تقصم ظهر البعير، لابد إذا ما كانش الغزو الأمريكي جه كان هتتفجر هذه الصراعات اللي كانت ربما
ومش هنا مش بتكلم على العراق تحديدا طبعا، لكن بتكلم على اي، بتكلم على الامازيغ في الجزائر مثلا او في بعض المجتمعات اللي بيجري جهود في المغرب العربي الحقيقه مميزه في هذا السياق من اجل الحفاظ. نرجع لموضوع السلام الاجتماعي، الامازيغ بيعترف بدرجه او باخرى بيهم كجماعه لها خصوصيتها التاريخية والثقافية إلى آخره. اللغة أصبحت موجودة بعد ما كانت مرفوضة لسنوات طويلة. هذا النهج الجديد المختلف اللي بيقوم على فكرة إنه على الدولة والقوى الاجتماعية التي تعبر عنها الدولة الحديثة، هذه الدولة الحديثة الذكية، عليها أن تعترف بالتعدديات وتقبل بها بالدرجة التي تسمح بأن تعبر عن نفسها ثقافيا واجتماعيا دون السماح طبعا بأن تتحول إلى قوة طاردة مركزية تؤدي إلى تفتيت الوحدة الوطنية. القمع المستمر بالطريقة القديمة لم يعد ضمانة لهذا، ولكن أن يشارك، وهنا نخش بقى في فئات مختلفة. فدي النقطة المركزية العامة في هذه الندوة العامة بخصوص موضوع هذا النمط الموجود. طيب، في مجتمعات أكثر انسجاما نسبيا زي مصر ما فيهاش تعدديات يعني ضخمة وكبيرة مذهبية، عندنا أقباط ما نقدرش عمرنا ما سميناهم أقلية، مش لأنهم نسبتهم أكبر من أن يكون، لكن لأنه وهنا نخش بقى في التعليم وفي الإعلام. يعني لازم زي ما المسيحي كده لما تقعد مع مسيحي في مصر تجده يعرف الكثير من جوانب الثقافة الإسلامية، بيشوفها في التلفزيون طول السنة، بيشوفها في رمضان بشكل مكثف أكتر باعتبارها جزء من الثقافة الرسمية للمجتمع في مصر، بينما العكس مش موجود. المسلم لا يعرف أن هناك طوائف عديدة، الحكاية مش مسلم ومسيحي، لا هناك طوائف عديدة وهناك تباينات، وهناك أهم من ده كله دور وطني للأقباط والكنيسة المصرية إذا تم تضمين مناهج التعليم وبرامج الإعلام. هذا الجزء ده بيضمن أن تصل معلومات وقناعات لدى قطاعات من المسلمين المصريين بأن هؤلاء هم جزء من الوطن، يعني مختلفين في الدين، لكن مش هو هذا المختلف أو الكافر عند البعض أو إلى آخره. بحط كده نقط سريعة يعني بخصوص كل طبعا الزملاء أشاروا في هذا النمط الثاني اللي هو يخص المجتمعات المنسجمة نسبيا زي المجتمع المصري، حط نقطة رئيسية أنا كده عايز ألخصها، أقول إنه المجتمعات الراكدة أو الساكنة لا تشعر بالقلق تجاه السلام الاجتماعي، لكن المجتمعات التي تفور بالحركة والتغيير، بعضه تغيير ظاهر من قبل الدولة أيا كان تتفق أو تختلف مع سياسات الدولة، لكن إذا كان هناك تغيير ما للأفضل أو للأسوأ فهناك حركة تؤدي إلى خلخلة في حالة مش هسميه الاستقرار الاجتماعي بقى هسميه الركود الاجتماعي. إذا كان هناك حركة في المجتمع، وعلى فكرة المصدر الحركة في المجتمعات ليس الدولة، لما تيجي تبص كده كنظرة طائر كده من بعيد لتاريخ المجتمعات تجد أن الدول لها دور صحيح وفي مجتمعاتنا لها دور مهم، لكن مجتمع زي المجتمع المصري أنا أعتقد أنه يموج بالتغيرات والأجيال الجديدة مختلفة تماما ومنفتحة، وبيحصل تفاعلات وصدامات بين الأجيال. المجتمعات اللي فيها حركة دي هي طول ما هي ماشية بقى تواجه ما يسمى بمهددات السلم الاجتماعي. تعبير مهددات السلم الاجتماعي ده تعبير احنا كجيل قديم اللي بنحطه
لانه احنا بيقلقنا كثيرا. يعني الاخ الفاضل قال كلام في غايه الاهميه، لكن رصدت منه ملاحظه ممكن اناقشه فيها بعد الجلسه، انه يعني من قال لك ان الاجيال الجديده من الصغار منزعجين من بطء ايقاع من سرعه الايقاع في الكرتون؟ سرعة الإيقاع في الكرتون لما اللي بيظهر لما بلغي الصوت بتزعجني أنا في هذا السن بخبرتي اللي هي معتادة على مجتمع على الأفل. لكن هو مع التطور الحادث باعتباره تركيبة ثقافية ذات أبعاد مرتبطة بالعولمة في وجهها الإيجابي يعني وسلبياتها كثيرة نتكلم عنها في ندوة تانية، لكن هو مش منزعج، بالعكس هو أول من تجيله الإيقاع البطيء بتاعي أنا هيبدأ في الانزعاج. فده بينقل لي النقطة الأخيرة اللي هي إن علينا وإحنا بنتناول موضوعات زي السلام أو السلم الاجتماعي أو مهددات السلم الاجتماعي أن نحاول أن نتناولها بطريقة جديدة. ما هو الموضوع ده زي ما الزميلة الفاضلة ربما هي المتخصصة الوحيدة في الموضوع بتقول لنا، يعني الموضوع ده يعني هو مش علم طبعا، لكن هذا الفرع المعرفي موجود بقاله 60-70 سنة وفي جهود، لكن في انت كذا مره اشرت للخصوصيه، وزي ما انت قلتي انه في مجال السلام الاجتماعي الخاص بالمراه الوصفه الغربيه او التناول المنهج الغربي مش راكب معانا، ثقافتنا المجتمعيه مختلفه كمان برضو، مش راكب معانا التحيز في دراسات السلام. هناك جامعات وأقسام ومراكز بحثية على المستوى الدولي، في دبلومة في جامعة الإسكندرية في مكتبة الإسكندرية في كذا، كل ده لأول على طول ما تلاقي دراسات السلام تعرفي إن ده بيقصد برانش محدد من الموضوع الكبير اللي هو الدراسات الخاصة بالمجتمعات التي تشهد صراعات ذات طابع سياسي. وهنا طبيعي يعني على فيما يتعلق بالتمويل الدولي أو تمويل دول كبرى على الأقل عايزة تعرف جزء الأساسي، لكن في, 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 في مكان زي طابة لديه هم وطني هم قومي هم إسلامي المجموعة الموجودة دي، احنا يهمنا كمان بالإضافة للجانب السياسي ده يهمنا كمان السلام الاجتماعي اللي هو مش مدرك خالص في 70 سنة من الخبرة البحثية، كله مركز على على حل الصراعات زي ما أستاذنا إدى المصطلح الدقيق بتاعه. فبالتالي إذا كانت الجلسة دي بداية للاهتمام فبالعكس الإضافة اللي ممكن تفيد مجتمعنا هو الاهتمام بمهددات السلام الاجتماعي اللي فيه تفاصيل كتير. وطبعا الموضوع اللي الدكتور سلطان اتكلم فيه في كلام كتير جدا، خلاصته أن الظاهرة الإرهابية تطورت بسرعة أسرع من تطور أو من قدرة الباحثين العرب على وربما الأجانب على متابعتها. النقطة المفصلية أن التركيبة الثقافية والنفسية للإرهابي اختلفت. الإرهابي بتاع السبعينات ما كانش أبدا بيقدم إلا بعد أن يتحرى لشهور طويلة من مفتي الجماعة وغيره من القادرين على الإفتاء أن الشيخ الذهبي يستحق القتل مثلا. النهاردة زي ما الزملاء أشاروا الموضوع الوزن بتاع التسويغ العقائدي أو التسويغ بالفتوى للقتل ما بقاش له الوزن القديم زي ما الدكتورة أمل أشارت. إحنا لدينا شباب غاضب بالدراسات الميدانية الغربية على بعض الحالات أن بعضهم
أصبح إرهابيا بالصدفة. بعضهم حدث تحول مفاجئ في توجهاته بعد أن كان يسهر في أماكن مختلفة وله يعني اهتمامات أخرى وبتاع، يدخل في أزمة نفسية فتحول ويختار داعش بالمصادفة. فهناك شباب غاضب لأسباب اجتماعية وثقافية وسياسية، عنده أزمة وجودية بالمعنى الثقافي الكامل للكلمة، يبحث عن جماعة بديلة ينتمي إليها، فبالصدفة قد فده النقطة. النقطة الأخيرة برضو في نفس الموضوع ده، باعتباره مهدد رئيسي للسلم الاجتماعي والسياسي طبعا، إنه الفروض القديمة سقطت. يعني بمعنى إنه هناك أسئلة كثيرة تحتاج عادة نظر. هل فكر الإخوان هو اللي بيحط الأساس الفكري للحق في التعامل بالعنف والقتل والإرهاب مع المختلف؟ وإن ده هل الدراسات الميدانية تثبت أن كثير من الإرهابيين على النمط الداعشي بدأوا سلفيين أو بدأوا إخوان ثم تحولوا؟ ده ما كان يعني هناك نقاط كثيره كبيره يعني. شكرا جزيلا. شكرا دكتور فؤاد، يعني حضرتك عملت لنا بانوراما طبعا، ويعني انا بتفق مع اللي حضرتك قلته ان احنا في الحقيقه بنحاول نصير او بنعمل نوع من العصف الذهني حوالين القضايا بابعادها المختلفه. يعني انا هاخد لفه تانية سريعه بعد اذنكم، اللي يحب يعني يضيف في دقيقة أو دقيقتين الدكتور إدريس هنبتدي. أنا عارف أنه الأستاذ أحمد عنده قطر، فهنحاول سريعا يعني ننتهي. أنا كنت يعني أأمل أن احنا نخلص بدري عن كده، لكن يعني أنا بالنسبة لي ممكن أقعد لكن عشان وقت حضراتكم يعني. فالدكتور إدريس تحب تعمل إضافة؟ أنا يعني لي تعليق، فهو يتعلق بالملاحظة اللي الدكتور محمد قالها متعلق بالمنظومة القيم البديلة. النهاردة كان في مظاهرات في أسبانيا ضد انعقاد قمة الناتو في أسبانيا. هم مجتمعين الدول المجموعة السابعة مجتمعين في ألمانيا على مدى 3 امبارح والنهاردة وبكرة، وبعدين هيروحوا أسبانيا يجتمعوا. طالعين مظاهرات في اسبانيا رافضين لقمة الناتو، وبيقولوا عايزين توجيه الموازنات الميزانيات الى التعليم والى الصحة والى العدل الاجتماعي بدلا من شراء الاسلحة. يعني اصبح في تشكيك شعبي في منظومة القيم او المنظومة السلوكية الموجودة في الغرب. في اتجاهات اخرى اتجاه اليمين الشوفين اللي موجود في اوروبا دلوقتي بيشتغل بمنظومه تانية مختلفه، ناز او غير ناز، المهم نظرات قوميه جديده. انما القضيه مش قضيه النموذج الاقتصادي العولمي الامريكي بدا يتهاوى او امام العملاق الصيني الجديد، ولكن حتى منظومه القيم الاجتماعيه والثقافه الاجتماعيه والحضاره الغربيه في مرحله اهتزاز. ده بيعني ليس فقط ان البديل هيتسيد زي ما انت حضرتك قلت ان هو يفتقد الادوات سواء الثقافيه او الاعلاميه، حتى لغته مش موجوده وتواصله مع المجتمعات غير موجود. تاريخيا المجتمعات الشرقيه متجهه نحو اوروبا بشكل اساس وبتتعلم اللغات الاوروبيه، انما بدانا نتعلم دلوقتي الصيني، روسي شويه، هندي شويه، انما هذه النماذج بعيده رغم انها الاقرب. الأهم من كده اللي أنا كنت عايز أركز عليه بقى هو نموذجنا نحن، أن نعجل في بلورة منظومتنا القيمية، أن نعالج الشعور الداخلي بالضعف، بالمذلة، بالهوان الذاتي أمام الآخر، أن إحنا متدنيين قوي في قريتنا النفسية. إحنا مين؟ أنا بتكلم باللغة العربية دلوقتي، اروح متكلم 10 مصطلحات باللغة الانجليزية، ايه الخيبة اللي انا فيها دي؟ ما انا بتكلم عربي، اتكلم ليه بلجأ للمصطلح؟ ما هو المعنى العربي موجود، قال للاجنبي ليه؟ اصبحت عادة. الشوارع كلها مكتوبة باللغة الانجليزية، المحلات كلها
باللغة الإنجليزية، في تحول، في تحقير، تدني اللغة العربية ومكانة اللغة العربية، هو كان تدني الذات، فكانت الذات مهزومة، هتروح بديل حضاري ازاي؟ أنا هرجع تاني لمفاهيم الصراع الحضاري، كلام اللي قالها هانتونجكت من زمان، والحوار الحضاري اللي قال الدكتور محمد خاتمي واستاذنا السيد ياسين اشتغل عليه كتير جدا. احنا محتاجين يعني نستدعي النموذج الثقافي الجديد والنموذج الحضاري الجديد، هو ده المدخل لأي مواجهة أو أي تحقيق للسلم الاجتماعي بأبعاده المختلفة، أنه مش بس سلم اجتماعي، لا ثقافي وسلوكي قبل ما يكون اجتماعي أو سياسي. شكرا. يعني الحقيقة الجلسة أثارت العديد من نقاط مهمة جدا. احنا قدامنا أزمة، انا طبعا استفدت جدا من المداخلات كلها، لكن فيما يتعلق بتخصصي كلام الدكتور محمد الثقاف أثر فيه انا شخصيا، لاني بعاني من نفس المشكلة اللي هو بيعانيها حاليا. لا عندي ولد عنده 10 سنين في نفس المشكلة. احنا عندنا دلوقتي وده برضو دعوة مطروحة لهذا المنتدى الثقافي، عندنا في عجز شديد في تخصص علم النفس الاجتماعي، دي لازم نعترف بها. انا دلوقتي عندي دوافع تنشئة الطفل في العالم الرقمي مختلفة جدا عن العالم التناظري. العالم التناظري كان الطفل بيتعلم عن طريق الحواس الخمسة، في العالم الرقمي بيتعلم عن طريق حاسة النظر واللمس الاثنين، وعنده بيتولد لديه حقيقة نفسية وهمية ان هو يستطيع ان هو يستعيد الحالة من اول وجديد. يعني انا هموت احمد وهيرجع يصحى تاني وهنرجع تاني نلعب تاني نفس اللعبة وهيبقوا كلنا موجودين مع بعض. العملية ديت لما نيجي نسقطها على الحوادث الكثيرة التي يقوم بها الشباب هنجد ان جانب كبير جدا يعود الى جانب سيكولوجي مشوه داخل نفسيته، لانه لا يستطيع تقييم التكاليف الاجتماعية والاثر الخاص بالفعل الاجتماعي بتاعه. دي مشكلة، مشكلة مين يدرسها بقى؟ علم النفس الاجتماعي عليه ان يتغير لكي يتواكب مع هذا الواقع الجديد. الامر الثاني انه الالتزام، ده عندنا مشكلة. الدكتورة أسماء قالت انه في لازم ضبط اجتماعي، لازم يبقى فيه قانون، لازم يبقى فيه إلزام. مشاكل بنعانيها لان المؤسسة لا تقوم بما عليها من سلطة الجزاء، وبالتالي السلوك الإنساني بيحصل فيه تدهورات كبيرة. لكن ده هيرجعنا لمشكلة تانية ألا وهي ايه؟ مرتبطة بفكرة انه ازاي نعظم العلم النفسي الاجتماعي، انه كيف يعاد رسم القواعد المنظمة للسلوك في المجتمعات العربية او غير الغربية بصفة عامة على اسس الالتزام الطوعي. دي مسألة كبيرة جدا وخطيرة وتحتاج الى يعني مجالات بحث اكثر دقة وحداثة. وانا شاكر جدا على هذا اللقاء الممتع، وانا مضطر ان انا استاذن من حضراتكم ويبقى لنا ان شاء الله. بنشكرك على يعني شكرا دورك يا يعني ربنا يخليك دكتوره استاذ حسناء. حسناء انا شكرا حضرتكم مره تانية. انا يمكن يعني حاسه ان احنا محتاجين نرجع تاني لمرحله التاصيل، واننا نبقى واقفين على ارضيه ثابته من المفاهيم، وازاي نتعامل مع المفاهيم دي بما يناسب سياقنا العربي ويناسب سياق كل دوله على حده.
وكل ما قدرنا اننا نوصل لمفاهيم محددة خاصة بكل دولة وبكل حالة، كل ما كان الاسهام هيبقى يعني اكثر دقة، وكل ما هنقدر ان احنا نعمل تراكم معارفي او ممارساتي بناء عليه. بس كده احب اشكركم على كم المعرفة والخبرة والحكمة، يعني حتى هم، وانا اسف الجأ للمصطلح الانجليزي، هم بيسموه الان بيحاولوا يستخدموا الحكمة يسموها practical wisdom، انه يعني الحكمة المستخدمة او المجربة حتى يحطوها في المعارف. لا اود ان انسى فقط مؤسسة الاسرة، يعني هي ركيزة ولبنة في بناء السلام الاجتماعي والمجتمع وتفاصيله. كيف يكون التركيز عليها؟ ليست الام فقط، الام والاب، واللي ذكرته مثلا دكتورة مفهوم العيب، انه ممكن المجتمع العم والخال يعلم ويربي. اعتقد ان هذه واحدة من الاشياء اللي ممكن كذلك تكون من المفاتيح واللبنات الاساسية. شكرا لكم. طبعا انا عايز اضم صوت الحضور فيما يتعلق بان انا بشكر حضرتك وبشكر الحقيقه الحضور كلهم في المشاركات المتعدده. والحقيقه انا بتفق مع دكتور ادريس فيما قيل فيما يتعلق باهميه وجود الحقيقه نموذج او مشروع للهويه الحضاريه الخاصه بينا، لان احنا اذا كنا عايزين الحقيقه يعني نخلص من جلسه ومن الحوار الشيق لكل المشاركين، وضع أسس لهذا النموذج مهم جدا. ما أعتقدش أن في دولة أو حتى مؤسسة تستطيع القيام بالدور ده بشكل فردي في المنطقة، لكن الحقيقة المشروع ده والنموذج ده يحتاج تضافر جهود لها جانب سياسي طبعا في المقام الأول، وجانب اقتصادي طبعا لأنه هو محتاج تمويل ضخم جدا، بالإضافة لجوانب عديدة لها جانب ديني أيضا يعني قيمي اجتماعي. فبالتالي النموذج ده أعتقد محتاج نشتغل عليه أكتر من كده. ونعزف شويه عن بعض النماذج الحقيقه اللي انا شايف ان في بعض الدول والمؤسسات بتحاول ان هي تلهس ورا النماذج الغربيه، وحضرتك نعلم زي جيدا تحت مفاهيم الترفيه والثقافه وغيره، الحقيقه مش لها ترفيه ولا ثقافه، هي اقرب لفكره نمزجه غربيه بس مش اكتر. شكرا. شكرا حضرتك يا دكتور. يعني انا بس حابب اقول ان احنا بحاجه لتعاون المؤسسات الرسميه مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينيه، اذا على ان احنا قدامنا مسؤوليه كبيره جدا في تعزيز السلم المجتمعي، ولابد باعتبار ان المنطقه العربيه بشكل عام الدين فيها جزء ليه خصوصيه، يعني احنا ما ينفعش نستورد النموذج الغربي نحاول نطبقه بدون يعني مراعاه لخصوصيات المنطقه. المؤسسات الدينية ما زال دورها يعني دون المستوى المطلوب، احنا بحاجة لتعزيز السلم، بحاجة للتعايش، بحاجة لتعزيز قيم الوسطية، وكل ده في محاولات جادة ورائعة، لكن ما زال المطلوب منها دور اكبر حتى لا يكون البديل هو التطرف او الجماعات المتطرفة او غيره، فضلا عن دور مؤسسات التعليم، وايضا بحاجة لمراجعة الخطاب الاعلامي ويشمل ذلك الاعلام الجديد السوشيال ميديا وغيره، لان الخطاب الاعلامي في جزء منه هو بيواجه التطرف بتطرف مضاد، واحنا بحاجة لرشادة في التعامل مع الازمة في الوقت الحالي. شكرا. والله يا دكتور انا حاسة ان احنا محتاجين السينما بجد، واعمال دراميه حقيقيه. عايزه اقول ببساطه فكرتي ضمير ابله حكمت، مسلسل ضمير ابله حكمت يدرس. بس هل ينفع مع الجيل دلوقتي اللي اطلاقا؟ انا ما بقولش ده، انا ما بقولش ان احنا نعمل نفس المسلسل، بس نفس الفكره. أوكي. نفس تقديم الرمز. صحيح. هذا الجيل مفتقد يا فندم الى الرمز، الى القدوه، الى من يقول له بلغته وبهمومه اعمل ايه. ببساطة شديدة جدا هو ده الموضوع. شكرا دكتور. بكرر شكري للدكتور أيمن للمؤسسة الطابة على فرصة التواجد وسط هذا النخب العظيم. أنا بس هتكلم على حاجة كانت تقولها دكتورة أمل فيما يتعلق بدور المؤسسات البحثية. الحقيقة أنه ده محتاج تغيير أو إعادة نظر في هيك أو نظرة او نظره وطريقه عمل المؤسسه البحثيه في مصر، انه فكره البحوث الضخمه اللي يعني بتستغرق من الوقت سنوات طويله، يعني مش هقول عفى عليها الزمن، بس احنا محتاجين بحوث موجهه لصنع القرار وللمجتمع، وتكون بحوث يعني ليها بتقدم
توصيات وحلول، يعني مش مجرد رصد لواقع الظواهر الاجتماعية، ولكن يكون فيها جزء أساسي بيتعلق ب وماذا بعد، ممكن احنا نعمل ايه. ودي حاجة يعني احنا بنحاول يعني كجيل وسط في المركز القومي للبحوث الاجتماعية ان احنا نعملها، ولكن برضو دي مش هتنفع بجهد فردي، دي تحتاج مؤسسات تدعم هذا العمل، سواء مؤسسات مجتمع مدني او مراكز بحثية قومية او مؤسسات بحثية خاصة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اللي تفضلوا به الاخوان يعني حقيقة هو الزبدة المفيدة، بس اعيد يعني اكد على انه اذا اردنا ان نبدأ بالسياسات العليا لأي دولة فوق كل شيء، بدون ما ندخل بالاقتصاد والإعلام والاجتماع والعولمة، في السياسات العليا حوكمتها، هذا جانب أول. جانب ثاني إعادة النظر بالمناهج التعليمية. جانب ثالث إعادة النظر بالخطاب الإعلامي. جانب الرابع تحسين الوضع الاقتصادي. الجانب الخامس الانفتاح على الثقافات والأديان دون التأثير على أصل ثقافاتنا وعلى أصل ديننا وعلى أصل عاداتنا وتقاليدنا. شكرا. يعني برضو متشكرة يا دكتور، يعني النقاش كله كان من يعني فعلا جيد جدا وممتع. يمكن أنا هختم بس إن إحنا لو بنتكلم برضو عن المنطقة العربية، أعتقد الفترة القادمة يعني زي ما إحنا نبقى محتاجين لمشروعات لإعادة إعمار بعض الدول ما بعد الصراع، محتاجين لمشروع مشروع يعني لو كان المشروع عربي او حتى على المستوى المحلي لإعادة إعمار القيم، ويعني إصلاح السلام الاجتماعي، وزي ما كان بيقول الدكتور إدريس محتاجين النموذج بتاعنا احنا، لانه مش الحل ان النموذج يجي من الصين ولا حتى يجي من الغرب، لان احنا مش عارفين حتى النموذج الصيني هيكون ايه مشاكله، ما هو ممكن يبقى جاي بمشاكل يعني قيمية كتيرة جدا جدا. فيمكن المحنة العربية دي ممكن يبقى فيها شيء من المنحة ان احنا نبتدي نفكر بجد في مشروعات لإعادة بقى الإعمار القيم يعني مرة أخرى. شكرا جزيلا دكتورة أمل. يعني عايز أشكر حضراتكم جزيلا في الحقيقة على النقاش العميق، وأشكركم على وقتكم الثمين. وفي الحقيقة عايز أختم بس بنقطة واحدة. محمد يعني عايز اختم في الحقيقة بان انا اؤكد على فكرة اهمية الوقوف على روافض الفكر العربي. يعني الفكر العربي والعقل العربي في الحقيقة محتاجين نشوف ايه الروافض اللي بتغذي هذا الفكر دلوقتي وهذا العقل العربي. وعندنا في الحقيقة عديد من المشروعات القديمة، وعديد من أساتذتنا ومفكرينا في الحقيقة صاغوا العديد من المشاريع النهضوية اللي موجودة في الحقيقة كانت صالحة ربما في وقتهم، يعني يمكن إعادة النظر في هذه المشاريع تطويرها بحيث أنها تبقى نواة لفكرة بناء النموذج اللي طرحها الدكتور إدريس وحضراتكم كلكم اتفقتوا عليها، في انه كيف يمكن ان يكون لدينا نموذج حضاري يعبر عن هويتنا وخصوصيتنا. حتى في الحقيقة نستطيع ان احنا تبقى عندنا ملامح واحنا بنتكلم على التعليم، في اي نوع من التعليم عايزينه، لما نتكلم على الاعلام ايه الرسالة والفكر اللي احنا عايزين نحطه، لانه في الحقيقة لازم يكون قدامنا يعني فكر يعني يعبر عنه من خلال رسالة ومن خلال فلسفة، عشان نبقى كمان مقنعين للأجيال انهم يتقبلوا او على الاقل انه يوازن بين المشاريع المختلفة والافكار المختلفة، وبالتالي يبقى عنده حرية الاختيار. لكن في الحقيقة واحنا ما عندناش البديل وبنتركه امام الثقافة وبعدين نرجع نلوم الجيل او نلوم انفسنا، فيعني فكرة الجلد الذات اعتقد انها محتاج ان احنا نحولها لطاقة ايجابية في ان احنا يعني كباحثين وكجماعة وطنية في الوطن العربي وفي البلدان العربية محتاجة ان احنا يعني نبتدي في طرح فكرة، وخصوصا ان فعلا عندنا يعني من خلال عدد احوال الاخير في الحقيقة احنا رصدنا كتير
من المشاريع النهضوية اللي فعلا تنفع تكون نواة حقيقية لإعادة تأسيس العقل العربي في ظل التحديات والمهددات العالمية. يعني أشكركم جدا على وقتكم،